بيمشي على كل الطبقات، يعني كل الطبقات بتحمل جزء من الحمل. البيهيفير بيبقى مالتي لاير اكشن، كل طبقه بتتحمل جزء من الحمل. اما في حاله الريجيد بيفمنت، فاحنا قلنا برضو من شويه لما المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الفروق، ان هو سلاب اكشن، البلاطه هي بتتحمل معظم الحمل، وبالتالي بقيه الطبقات يمكن ما بتبقاش ليها دور انشائي قوي. تمام، فاحنا عايزين بقى نتكلم على طبقه البيز بالتحديد او السب بيز في الريجيد بيفمنت، وفي الفليكسبل بيفمنت، والفروق ما بينهم في الوظيفه. تمام، ففي الفليكسبل بيفمنت البيز، بما ان احنا قلنا ان هي مالتي لاير سيري ومالتي لاير اكشن، فهي ستراكشرال سبورت، هي بتتحمل جزء من الحمل. ولما نيجي نتعلم التصميم ان شاء الله بتاع الطبقات هنحسب حاجه اسمها ستراكشر نمبر، كل طبقه بتشيل جزء من الحمل، وعن طريق الاستراكشر نمبر بتاع الطبقه بنقدر نحسب السيكنس بتاعتها، وطبعا عن طريق السترينس بتاعت الطبقه اللي هنشوف مع بعض في المحاضره الجايه هي بتتحسب ازاي وايه طريقه الاختبار بتاعتها. فاول حاجه هي ستراكشر سبورت، بتحمل جزء من الحمل. تاني حاجه هي بتقوم بالدرينج، احنا عندنا طبقه الاسفلت بتبقى طبقه متماسكه وتحتها طبقه مفككه، والمفروض ان هي فيها فري درينج، فهي بتصرف الميه، بتتحكم في الفروست اكشن. فروست اكشن او الفروست افكت نقصد بيه ان كل طبقات التربه اللي تحت دي المفروض هيكون موجود فيها ميه، فالميه دي لما يحصل ان درجات الحراره تنزل تحت الصفر الميه دي هتتجمد، فحجمها هيزيد. فلو حجمها زاد الطبقه بتاعت البيس دي موجوده عشان ما تخليش الزياده دي تعمل ديفرنشال سيتلمنت وتاثر على الاسفلت فوق. رابع حاجه ان هي تريديوس الايفكت اوف فوليوم تشينجز اوف سب جريد. السب جريد برده نوع من انواع التربه، والتربه احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان ليها انواع مختلفه، فعلى حسب نوع التربه ونسبه الميه فيها ممكن يكون بيحصل فيها تغيرات حجميه، فبرضه هي بتقلل تاثير التغيرات الحجميه للتربه، لان انا ما حطيتش الاسفلت على طول على التربه بوضعها وبتغيراتها الحجميه وبمشاكلها، فهي بتقلل تاثير التغيرات الحجميه للتربه. لما نيجي نبص على طبقه السب بيس في الريجيد بيفمنت هنلاقي ان هي برضو بعض الخواص مشتركه زي الدرينج وكنترول فروست اكشن وريديوس الايفكت اوف فوليوم تشينج، بس في خاصيه مهمه جدا اللي مكتوبه باللون الاحمر دي اللي هي ايه؟ بريفنت بامبنج. هو ايه بقى البامبنج؟ اما يكون التربه تحت فيها ميه ونسبه الميه كبيره، ان يبقى الميه نفسها بتعمل قوه دفع للبلاطه الخرسانيه اللي فوقها، قوه ابورد يعني. فمن وظائفها المهمه ان هي بتمنع البامبنج، وكمان هي كونستراكشن بلاتفورم زي فرشه كده بتاعت الخرسانه اللي احنا بنحطها تحت الاساسات قبل ما نشتغل، وتبقى مش موجوده معانا في الحسابات، ما بناخدهاش ان هي بتحمل جزء من الحمل، لكن بنحطها كفرشه نعمل عليها الكونستراكشن بتاعنا، فهي تعتبر كونستراكشن بلاتفورم. سوري. طيب العيوب بقى اللي ممكن تبقى موجوده في انواع الرصف المختلفه عندنا بتبقى شكلها ايه؟ اولا لما نيجي نتكلم على العيوب بتاعت الفليكسبل بيفمنت او بتاعت الاسفلت، فاحنا عندنا عيوب كتير جدا، بس مش هنتكلم الا على ثلاثه يهمونا منهم. خليني اكبر لكم السلايدز دي عشان تشوفوا العيوب اكتر. ماشي. ثلاث عيوب مهمه تهمنا طبعا في العموم يعني، لكن في مصر يهمنا الفاتيك كراكينج والراتنج. الفاتيك كراكينج، حد يعرف يعني ايه كلمه فاتيك يا شباب؟ انهيار. ايه؟ شغل مكرر. لا تاني مش سامع، يعني ايه فاتيك؟ حمل مكرر. لا الكلمه نفسها ماشي، كلامك صح، هو عيب بيحصل نتيجه تكرار الاحمال، ده حقيقي، بس كلمه فاتيك انتوا اتعلمتوها اللي هي التعب او الكلام نتيجه تكرار الاحمال. تمام،
أو نتيجة إن يكون عندي حاجة كنا بنعرضها لشد وبعدين عرضناها لضغط وبعدين شد وبعدين ضغط. إحنا عندنا الحقيقة الفاتيك كراكن بيظهر من تكرار الأحمال. وتكرار الأحمال بيبقى عامل إزاي؟ يعني الـ الأرقام مش بسيطة. أنت لما بتيجي تحول الأحمال اللي عندك، عدد مرات المرور بتاعت عند نقطة معينة مثلا في الحارة، بص كل شوية بيعدي عربية. خلاص لو قلنا ان احنا بيعدي عندنا 1500 عربية في اليوم او 2000 عربية في اليوم، انت متخيل الرقم يكون كام في السنة؟ طب لو احنا بنقول العمر التصميمي بتاعنا ممكن يبقى 5 سنين للطرق الصغيرة و20 و30 سنة للطرق الكبيرة، انت متخيل الرقم هيكون كام؟ طب برضو لو انا النهاردة عندي عدد معين بيعدي، خلاص واحنا متفقين ان احنا كبني ادمين في العالم يعني اعدادنا بتزيد، في فطالما اعدادنا بتزيد يبقى اكيد اعداد الترافيك اللي هتعدي على الطريق هي كمان ايه؟ هتزيد. فاحنا هنا بنتكلم على تكرار ملايين المرات. الاحمال لما بنيجي نحسبها بتوصل لملايين فعليا. تمام؟ طيب كل مرة الحمل بيعدي فهو بيسبب ديستريس، تمام؟ وبعدين او نوع من انواع الدامج يعني، وبعدين لما يعدي تاني يبدأ الدمج ده يزيد، ولما يعدي تالت ورابع وخامس وعاشر ومليون واتنين وخمسين مليون مرة، ماشي، فأكيد بيحصل عندنا كلال. الكلال بيظهر في صورة فاتيك كراكنج، وليه اسم تاني اسمه أليجيتور كراكنج. حد عارف يعني ايه أليجيتور؟ تمساح. بالظبط، تمساح. ليه تمساح؟ لأن الشروخ بيبقى شكلها شكل ظهر التمساح. بصوا كده الشروخ هتلاقوها دايما تبقى موجودة في مسار العجل، في مسار العجل، لأن ده مكان تكرار الأحمال، ويبقى شكلها شبه كده ظهر التمساح، حاجات مش مربعة كده، حاجات مش منتظمة وشبه التعريجات اللي في ظهر التمساح، وعشان كده بنسميها فاتيك كراكنج أو أليجيتور كراكنج. تاني نوع، خلينا في الراتنج الأول. تاني نوع اسمه الراتنج أو التخدد، والتخدد ده بيحصل برضو من تكرار الأحمال، هو structural distress مرتبط بالأحمال، بس بيحصل مع درجات الحرارة العالية ومع معدل الحمل البطيء. وعشان كده بنشوفه دايما، هو إيه العيب الأول؟ العيب عبارة عن شكل أخاديد كده، حفر، ماشي، بس طولية في مسار العجلة، عشان كده بنسميه راتنج. راتنج بالعربي يعني التخدد، اللي هو جاي من الأخاديد يعني، تمام. والأخدود هو الحفرة الطويلة اللي عاملة زي، عارفين الحفرة اللي كنا اللي بنحفرها لما نيجي نعمل ماسورة مثلا، فهي عاملة كده، تلاقيها بالشكل اللي قدامك ده هو، وبتبان دايما في مسار العجل، وبتحصل مع الأحمال التقيلة، ماشي، ومعدل التحميل البطيء، يعني عند اماكن نلاقيه دايما ظاهر على المطبات واماكن التهدئه، تمام، وبيحصل بسبب درجات الحراره العاليه. عشان كده بنلاقي طبعا، وطبعا برضو هو ديفورميشن تراكمي، يعني بيحصل ديفورميشن بنسميه بيرمننت ديفورميشن، الراتنج بنسميه بيرمننت ديفورميشن، ويبتدي يزيد كل ما يمر حمل تاني، يزيد كل ما يمر حمل تاني، فبيحصل عندنا الراتنج اللي بنشوفه بالشكل دوت قدام. بما انه مرتبط بدرجات الحرارة، فقيم الراتنج اللي بتتراكم اثناء الصيف اكتر من قيم الراتنج اللي بتتراكم اثناء الشتاء. حاجة تانية كمان، في بداية عمر الرصف معدل الراتنج بيبقى اكبر من بعد كده لما يقدم الرصف، لانه الرصف بيحصل له، الاسفلت بيحصل له حاجة اسمها الايجينج. ايجينج جاي من ايج، يعني التقادم في العمر، وهو ان الاسفلت هو بيبقى عباره عن ريزيديو. الاسفلت طبعا احنا هنتكلم عنه ان شاء الله كماده او مكون، هو مكون من مكونات البترول، الريزيديو اللي بيتبقى في معامل تكرير البترول بعد ما يطلعوا بقى الجازولين والكيروسين والبنزين والحاجات دي. فالريزيديو ده بياخدوه يصنعوه في مصانع الاسفلت وبيحطوا عليه زيوت، والزيوت دي بتديله فيسكوستي معينة، بتحقق فيسكوستي وخواص معينة، وبعدين احنا بنستخدمه في الرصف. وبعدين الرصف ده بيفضل بقى بعد ما نرصف الطريق، بيفضل معرض للشمس والهواء والعوامل الجوية لطول مدة الرصف، طول مدة عمر الطريق.
فبيبدأ بسبب وجود الشمس والعوامل الجوية والهواء والتراب وكلام من ده. الزيوت دي في جزء منها بيتبخر ما بيبقاش موجود، فبيحصل نوع من أنواع التقادم اللي بيسبب ستيفنس. يعني إيه ستيفنس؟ يعني إن الحاجة اللي بتخليه طرية ما تبقاش موجودة، تمام؟ فعشان كده مع تكرار الأحمال بنلاقي الفتيج يظهر بعد الرصف، ما يبقى أقدم لأنه هنا هيبقى ستيف، فيبقى تكسيره أسهل ويظهر الفتيج، بينما الراتنج بيظهر أكتر معظمه في بداية عمر الرصف ويبتدي معدله يقل بعد كده. حد فاهم حاجة من اللي بقوله؟ هو دمك التربة ليه علاقة بالتخدد؟ لو التربة يعني مش مدموكة كويس التخدد يكون سبب من أسباب التخدد؟ التخدد جزء منه بيكون من التربة، تمام، لكن معظمه بيحصل في الطبقة الأولى. التخدد بيكون مجموعة التخدد اللي بيحصل على كل الطبقات، طبقة البيز، طبقة طبعا الأسفلت، وطبقة البيز والسب بيز والسب جري، تمام، لكن معظمه بيكون من الأسفلت، من الخلطة نفسها. كمان لو نوعية الخلطة مش كويسة، عشان كده لو نوعية الخلطة مش كويسة يعني إيه؟ حاجة لما نيجي ناخد تصميم الخلطة هنقولها مع بعض اسمها الفلو. لو قيمته عالية، الفلو ده اللي هو مؤشر في تصميم الخلطة للديفورميشن، لو قيمته عالية الاستابيليتي بتاعة الخلطة هتبقى مش كويسة، وفي الحالة دي هتبقى عرضة لأن هي يحصل لها تخدد أكتر، تمام؟ فأه بيحصل راتنج بسبب كل طبقات الرصف اللي عندنا، لكن معظمها بيبقى بسبب طبقة الأسفلت، لأنه الأسفلت نفسه زي ما قلنا كده ليه خواص من ناحية الفيسكوستي ودرجات الحرارة وتجاوبه مع درجات الحرارة بتخليه يتأثر بدرجات الحرارة العالية ويبقى ديفورمابل. يعني إيه ديفورمابل؟ يعني قابل للتشكل، ماشي؟ فلما يبقى في حمل كبير، عربيات النقل بالذات وعندنا في مصر بالذات، لأن إيه، انتوا اكيد عارفين واخدتوا في الرأي وفي الخرسانة، اما بتيجوا تصمموا كوبري مثلا بيقول لك صمموا على 70 طن، صح ولا لا؟ ولا بيقولوا لكم اوزان اكتر من كده دلوقتي؟ 60 60 طن. طيب عايزين نقول لك، ويمكن انت تتفاجئ او تتضايق معرفش، بس عايزين نقول لك ان احمال العربيات النقل في مصر بتوصل ل 160 طن، ايوه الضعف واكتر كمان، ماشي؟ فممكن تكون العناصر الإنشائية للكباري دلوقتي، وأعتقد بشكل أكيد، يعني أنا مش متخصصة ولا استشاري في الكباري، بس أنا متأكدة إن هم بيصمموها على أكتر من 60 طن على الأحمال اللي بتحصل فعليا دلوقتي. لكن الأسفلت، الأحمال التقيلة قوي دي، ماشي، بتخليه يعني يتشكل في درجات الحرارة. والمشكله في الاسفلت بقى دلوقتي ان ايه، ان انا لو خليته طيب يبقى ناشف قوي عشان ما يحصلش فيه راتنج، هتواجهني مشكله الفاتيك كراكس، ماشي؟ الفاتيك كراك بيحصل نتيجه، خلوني ابص لكم في حاجه كده، انا هرجع للسلايد دي تاني، بس شايفين الشريحه اللي قدامنا دلوقتي اللي فيها العربيتين دول؟ تمام. الشريحة دي هتفهمنا قوي قصة الراتنج وقصة الفتيج. بصوا كده، أنا عندي العربية اللي موجودة دي المفروض إن هي طبعا بتأثر على الطبقات المختلفة للطريق، تمام؟ طبقة، خلينا في طبقة الأسفلت الأول اللي فوق دي. الطبقة دي العجلة اللي قدامنا ده هي بتضغط عليها، فعايزة تنزلها لتحت من عند نقطة التلامس، لو فرضنا إن التلامس عنده نقطة يعني، خلاص؟ وفي نفس الوقت بقية البلاطة الأسفلتية بتقاوم، فالبلاطه دي عايزه تعمل بندنج، ماشي؟ مش عارفه بسبب النقطه دي عايزه يحصل لها بندنج، مش عارفه بسبب البلاطه اللي موجوده اللي حواليها، اوكي كده؟ فالنتيجه ان بيحصل عندنا في نهايه الطبقه دي من تحت تنسايل سترين. تنسايل سترين يعني ايه؟ الطبقه بتتشد لبره، خلاص؟ ده من عند البوتوم اوف اسفلت لاير، تمام؟ لما يحصل الشد ده ويتكرر، وعربية تانية تعدي، وعربية تالتة تعدي، وعربية رابعة وعشرة ومليون واتنين وتلاتة وعشرين وتلاتين وخمسين، ايه اللي هيحصل؟ تشرخ، يحصل فتيل، هيحصل شرخ، ماشي؟ كل ما كانت البلاطة دي الأسفلتية
كل ما كانت ناشفة أكتر كل ما كانت مقاومتها للبندنج أكتر، صح ولا لأ؟ هي لو طرية هتبند، لو طرية هتلف، صح ولا لأ؟ تمام ماشي. كل ما كانت ناشفة أكتر كل ما كانت مقاومتها للبندنج أكتر، وبالتالي الستريننج أكشن اللي هيحصل اللي هو تنسايل سترين ده يبقى أعلى، أوكي؟ وبالتالي أتوقع أن هيحصل شروخ أكتر، صح ولا لأ؟ طيب المشكلة بقى أنا عايزة أنا مش عايزة أنشفها قوي كده، عشان لو بقت ناشفة قوي فاستف يعني هيحصل فيها كراكس كتير، بس في نفس الوقت خلينا نبص في الجزء اللي على الشمال. طبعا العربيات سكيماتيك بس، يعني هو في جميع الأحوال عربيات الملاكي ملهاش تأثير قوي، اللي ليه تأثير هو عربيات النقل. العربيات سكيماتيك عشان تشوف شكل العربيات وهي ماشية على الطريق وخلاص. خلينا نتكلم على الجزء اللي على الشمال. الجزء اللي على الشمال بقى عندي تنسايل سترين، بس يهمني أكتر تجمع الفيرتيكال سترين على الطبقات كلها، عشان كده تلاقينا حاطينه اهو عند طبقة السب جريد. تمام. الفيرتيكال سترين ده كومبريسيف، طبقات بتضغط ماشي، ومع الضغط ده بيحصل ايه؟ هبوط. تمام. فعشان انا بيحصل هبوط، الهبوط ده لما نيجي نجمعه في الاخر يجي عندنا كده عمق اسمه عمق الراتنج. عمق الراتنج ده بيكون ناتج من ايه؟ من الهبوط في كل اللايرز، لكن اكتره بيجي طبعا من الخلطه لو مش مستقره. وعشان كده احنا واحنا بنصمم الخلطه بنحاول ان احنا نوازن ما بين الراتنج وما بين الفاتيج، يعني ما يحصلش، يعني احدد البروبرتيز بتاعه الخلطه بحيث ان ما يحصليش راتنج كتير ولا فاتيج كتير. هو كده كده الاثنين هيحصلوا على فكره، تمام، بس انا بحاول اوازن ما بينهم. وحتى في نوع احنا عندنا في مصر بنصمم بطريقه تصميم للخلطه اسمها طريقه مارشال، هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في الكورس ده. تمام. العالم اتجه من من حوالي 20 سنه تقريبا بداوا في طريقه اسمها السوبر بيف، وبعض الدول العربيه طبقتها، يعني السعوديه من 10 سنين اشتغلت سوبر بيف في تصميم الخلطه، والكويت اعتقد من 3 4 سنين. العالم ما بيسكتش، الحقيقه ان بره دلوقتي بيحاولوا يعملوا حاجه بطريقه جديده ثالثه في تصميم الخلطه غير الطريقتين دول، اسمها البالانس ديزاين. والبالانس ديزاين يقصده ان يحصل بالانس ما بين العيوب المختلفه اللي هتحصل للرصف. فيعني بس الطريقه دي لسه ما زالت اندر ريسيرش، لسه ما بقاش ليها تطبيق فعلي في اي دول، فلسه ما زالت اندر ريسيرش. احنا عندنا في مصر زي ما قلت لكم الدوميننت ديستريس اللي بيحصل عندنا هو الراتنج، بس بيحصل عندنا برضو فتيج لان احنا عندنا احمال تقيلة ومتكررة. ماشي. خلينا نرجع للسلايد اللي كنا فيها. فالعيبين دول ناتجين من الاحمال، عيب الفتيج كراكنج وعيب الراتنج ناتجين من الاحمال. الحقيقة العيب ده هو مش استراكشر، معلش. هو الو الشاشة ثابتة تمام كده، صغير وصلت كده، وصلت. وصلتوا تاني للسلايد اللي فيها العيوب ولا قافل؟ وصلت. طب تمام خلاص. احنا العيبين دول اللي هم الفاتيك كراكنج والراتنج هم العيبين اللي بيحكمونا في التصميم في مصر. العيب الثالث الثيرمال كراكنج، معلش هو محطوط في الشريحه دي ومكتوب عليها ستراكشرال ديستريسز، هو مفروض مش ستراكشر. نقصد بكلمه ستراكشرال ديستريس، structural يعني جاي من الأحمال، load related distress ماشي. الثيرمال كراكنج الحقيقة مش structure. الثيرمال كراكنج عيب ملوش علاقة بالأحمال خالص، ما بيظهرش عندنا في مصر. هو عيب بيظهر لما درجات الحرارة تنزل تحت الصفر، تمام؟ فبيحصل إن زي ما الخرسانة كده بتشرخ الأسفلت لما تنزل درجات الحرارة تحت الصفر، بيبتدي يعمل زي شرخ عرضي متكرر على مسافات تقريبا شبه متساوية، كأن هو بيعمل لنفسه فواصل يعني ماشي. فالأسفلت الحقيقة في مصر عندنا نادرا ما بينزل درجات الحرارة عندنا لحد تحت الصفر. الثيرمال كراك مش عيب إنشائي، ملوش علاقة بالأحمال خالص، لأنه ممكن يحصل وحتى لو الأحمال خفيفة أو بسيطة. تاني حاجة ممكن يحصل
لو درجات الحرارة نزلت مرة تحت الصفر مرة واحدة في عمر الرصف كله، يعني مش لازم الكلام ده يكون متكرر، تمام؟ فالثيرمال كراكينج عندنا في مصر الحقيقة مش عيب شائع خالص، بس لازم تعرفوه. دول أهم ثلاث عيوب في الفليكسبل بيبمنت. في عيوب تانية؟ في عيوب تانية، بس قبل ما نتكلم على موضوع العيوب، في نقطة كده مهمة عايزين نفهمها مع بعض. عايزين نقارن الديستريس، احنا بنسمي عندنا المشاكل اللي بتحصل في الرصف ديستريسز عيوب، اوكي؟ وعايزين نقارن الديستريس بالفيلير. امتى الديستريس يبقى فيلير؟ بيقول لك الجملة اللي قدامنا بتقول حرفيا when a distress or a combination of distresses reaches a certain unacceptable level it is considered a failure. ماشي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي راتنج خلاص، واحنا في اماكن كتير اصلا عندنا راتنج، بس الراتنج ده امتى بعتبره ان هو الراتنج عيب خلاص ديستريس؟ امتى يتصنف كفيلير؟ لما عمق الرات يزيد عن 1 بوصة، يبقى 2.5 سنتي او اكتر. ماشي، بعمل الكلام ده ازاي؟ بنجيب ادة او قامة مسطرة، يعني بس مسطرة كبيرة، ونروح جايين عند أماكن الرتس كده حاطينها على الطريق بالعرض. ماشي، مسطرة طولها 2 متر قامة أو عدة، واخد السكيل بتاعي وانزله في النص، أقيس من العدة عمق الرت قد إيه. طيب الكلام ده بالنسبة للراتين. طب بالنسبة لبقية العيوب، المواصفات محددة لكل عيب إمتى يبقى وصل من إنه يبقى ديستريس لإنه يبقى فيلير. طب إحنا يهمنا ليه كمهندسين طرق ان احنا نعرف الفرق ما بين الديستريس والفيلير؟ ده سؤال، تفتكروا ليه؟ نعرف امتى نعمل ريبير للطريق. هو عموما كلامك صح، هو عموما المفترض ان بيبقى في خطه صيانه مع الطريق من اول ما بيتعمل، وفي عيوب قبل ما توصل لانها تبقى فيليرز المفروض ان هي ليها اساليب للمعالجه او الصيانه. زي على سبيل المثال لو الشروخ وهي لسه في بدايتها خالص ما بقتش فيلير، ان احنا نملاها بالاسفلت او اساليب تانية للصيانه ايا كانت. لكن الفكره في ان لما المواضيع توصل لفيلير، انا ممكن اوصل لدرجه ان انا اعمل ريكونستراكشن. يعني ايه ريكونستراكشن؟ ان انا اشيل المنطقه دي وابتدي ارصفها من جديد. فلازم نراقب العيوب ولازم نشوف التطور بتاع العيوب دوت والقيم بتاعتها، وكل قد ايه القيم دي بتزيد وبتزيد بمعدل عامل ازاي، عشان نقدر نحدد الاستراتيجي العامه بتاعه الصيانه اللي ممكن توصل في بعض الاحيان لان هي تبقى ريكونستراكشن. تمام. طيب التلات عيوب اللي احنا اتكلمنا عليهم دول هم العيوب الوحيده في الفليكسبل بيفمنت؟ لا، العيوب الحقيقه هم عيوب كتير، هم اكتر من 19 عيب، بس احنا هنكلمك على عيوب الرئيسيه في الموضوع ده. الراتنج زي ما اتكلمنا عنه او التخدد، الاليجيتور فاتيك كراكنج، ودي زي السلايد اللي انا وريتها لكم اللي كان فيها العربيات، وشفنا ان السترين ده نتيجه ان البلاطه الاسفلتيه بتحاول تبند ومش عارفه، فالحقيقه ده بينتج عنه اليجيتور فاتيك كراكنج، ودي بتبقى بوتوم اب. بوتوم اب يعني جاي من تحت طبقه الاسفلت من نهايتها من اسفل، وبتوصل يفضل الشرخ يبدا وبعدين يبدا بعد كده يزيد لحد ما يطلع فوق. وعندنا نوع تاني من الشروخ الفتيج اسمه لونجيتودينال فتيج كراكنج، وده بيبقى توب داون طالع من فوق ينزل لتحت، وده بيبقى بشكل شروخ طوليه مش شروخ على شكل ظهر التمساح. عندنا الثيرمال كراكنج، وقلنا ده مش عيب انشائي خالص، ده عيب ليه علاقه بدرجات الحراره ملوش علاقه بالاحمال. عندنا الرافنس الخشونه، يعني ايه خشونه؟ الطريق لما بنعمله في بداياته بيكون ناعم طبعا، لان احنا عاملين عمليه الرصف وحاطين الويرينج سيرفيس عشان يوفر لنا صلح السطح. لو انتوا فاكرين اول بدايه المحاضره دي خالص لما كنا بنقول الغرض من اننا نعمل رصف، السطح كان المفروض يكون سترونج وسموث وسيف وشويه حاجات كده، منها سموث انه السطح يكون ناعم عشان العربيات تعرف تمشي عليه. الحقيقه انه السطح فعلا بيكون ناعم في بدايه انشاء الطريق، لكن مع استخدام الطريق والعربيات اللي ماشيه عليه على طول والستريبنج اللي ممكن يحصل في السطح والرافلنج والستريبنج والحاجات دي اللي هي الانفصال الحبيبي، ماشي، فيحصل عندي انفصال حبيبي
من بعض الحبيبات الصغيره في السطح، فيبدا السطح اللي كان الاول يعتبر ناعم قوي شبه املس يبدا بعد كده يبقى اخشن شويه، بعد كده يحصل فتيك كراكينج فيبدا السطح يتكسر، يبدا اجزاء من السطح اللي اتكسر ده تضيع مع الوقت، فيبدا يبقى عندنا حفر، يحصل عندنا راتنج. كل ده بيأثر على معدل خشونة الطريق، ودي حاجة من الحاجات المهمة برضو إنها تترصد، وعيب مهم هو كمان. أنا آسفة معلش. هي العيوب التانية دي مختلفة عن الرفنس، لكن كلها بتأثر في الرفنس. طب البليدنج، كلمة بليدنج بالعربي حد يعرف يعني إيه؟ زي. انا ما بسالكوش على معاني الكلمات، طبعا هي مش محاضره انجليزي، انا ما بسالكوش على معاني الكلمات عشان انا بختبر لغتكم الانجليزيه خالص، انا ببقى عايزه اطمن كل فتره صغيره كده ان انتوا صحيين معايا وفايقين ومركزين، مش اكتر من كده، تمام؟ البليدنج صح زي ما زميلنا قال النزيف او النطح بالعربي، وده بيحصل ازاي؟ لما يكون عندنا نسبه الاسفلت عاليه شويه او الفراغات ما بين الخلطه الاسفلتيه قليله، فلما يحصل دمك يبتدي الأسفلت الزيادة ما يلاقيش مكان يروح فيه، فيبتدي يطلع على سطح الأسفلت، فبنشوف بقع أسفلت كده على سطح الأسفلت، نلاقيها بتلمع طبعا، لأن الأسفلت اللي هو البايندر المادة الرابطة يعني زي ما قلنا مكون من مكونات البترول ولونه أسود وبيلمع، فنلاقي بقع بتلمع كده، ولما العربيات تمشي عليها في الحر او احنا نمشي عليها، العربيات ما بتحسش قوي بالموضوع دون، لو انت ماشي عليها والدنيا حر ودرجات الحراره عاليه تبتدي تلاقيها ستيكي كده وبتلزق، ده اسمه بليدنج او نطح، وده عيب من العيوب اللي بتحصل في الرصف الاسفلتي. طبعا العيوب زي ما قلنا كتير، عندنا اكتر من 19 عيب، بس احنا هنكتفي بان احنا نتكلم عن دول بس، وبعدين نتكلم على العيوب بتاعه الريجيد بيمنت. العيوب بتاعت الريجيد بيفمنت بما ان الماتيريال مختلفه فاكيد العيوب هتختلف، احنا متفقين مع بعض لما كنا بنتكلم في الريجيد بيفمنت ان احنا بنصبه في صوره بلاطات، والبلاطات دي بينها فواصل والمسافات بين الفواصل بتتغير على اساس نوع الريجيد بيفمنت اللي عندنا. فحاجه من الحاجات اللي مشهوره ان هي بتحصل حاجه اسمها الفولتنج او العيب عندنا فوق على الشمال. الفولتنج ده اللي هو ان انا يجي عندي بلاطتين كده جنب بعض وبلاطه تهبط عن بلاطه، ماشي. العيب الثاني حاجه اسمها البانش اوت، طبعا الفولتنج شائع اكتر حاجه في الجي بي سي بي الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت. العيب الثاني عيب اسمه البانش اوت، وده بيحصل لما يكون عندي تركيز للاحمال في حته معينه، فبيجي ان الجزئيه دي لوحدها كده تتشرخ وتتكسر، وده عيب شائع في السي ار سي بي اللي هي الكونتينوس رينفورسد كونكريت بيفمنت. العيب الثالث هو ترانسفيرس كراكينج. ترانسفيرس كراكينج عيب موجود في الفليكسبل بيفمنت وعيب موجود في الريجيد بيفمنت، والسبب في الحاله في الحالتين واحد، هو ان درجات الحراره بتنزل تحت الصفر، وهنلاقي عيب ترانسفيرس كراكينج بيظهر على شكل شروخ عرضيه ومتكرره كل مسافه، وده عيب شائع في الجوينتد بلين كونكريت بيرمنت. الو صباح الخير، انا عندي محاضره، انا في محاضره. اوكي اوكي باي باي. معلش يا شباب. دكتور معلش اتفضل. الفولت كان بتحصل انهي نوع، والبانش او دي بتحصل انهي نوع؟ الفولتنج شائع قوي في الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت، الخرسانه العاديه اللي مفصوله بفواصل، والبانش اوت في الكونتينوس رينفورسد كونكريت بيفمنت. احنا خدنا الانواع دي المره اللي فاتت، فاكر ولا افكركم؟ لا فاكرهم بس انا عايز تفكرينا والله يا دكتور، لحسن احنا ما عرفناش نذاكرها بسبب الملف ده. الميد تيرم، بص الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت هي بلاطات خرسانه عاديه خالص، ماشي، وعشان هي بلاطات خرسانه عاديه فمتوقع ان الشرنكش فيها يكون عالي، فاحنا بنعمل فواصل. احنا طبعا الفواصل عندنا نوعين، في حاجه اسمها لونجيتودينال جوينت اللي هي الفواصل ما بين الحارات، وبتبقى فاصل طولي من اول الطريق لاخره، تمام، وفي حاجه اسمها ترانسفيرس جوينت اللي هي الجوينت العرضيه
اللي هتبقى كل مسافة. يعني أنا الطريق عندي طوله مثلا 5-6 كيلو، 10-20 كيلو، أنا مش هعمل الطريق ببلاطة طولها 20 كيلو، أنا هعمل فواصل في البلاطة، لأن إحنا درسنا في الخرسانة إن هي بيحصل لها انكماش، فما أقدرش أعملها إلا لما أعمل لها فواصل تمدد وإيه وانكماش. تمام. في الجوينت بلين كونكريت بيفمنت هي بلاطات خرسانة عادية خالص، ما فيهاش أي تسليح. تمام. فعشان هي ما فيهاش أي تسليح فالفواصل بتبقى المسافات بينها قليلة. ماشي. فالمسافات القليلة دي بتبقى قد إيه؟ قال لك من 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 10-15 سوري هقول الأرقام بالفيت وبعدين نحولها لمتر، لحد 30 فيت. ماشي. يعني أكتر حاجة خالص 9 متر. تمام. بعدها الجوينتد رينفورسد كونكريت بيفمنت، في نوع في الاثنين بين في النص بين الاثنين. وبعدين عندنا الكونتينوس رينفورسد كونكريت بيفمنت. الجوينتد رينفورسد كونكريت بيفمنت دي مش موجوده على الشاشه معانا دلوقتي، دي زي البلاطات الخرسانه العاديه بس بنحط فيها حاجه اسمها واير فابريك. واير فابريك ده شبكه تسليح خفيفه خالص، وبتبقى شبكات تسليح جاهزه كده ليها أقطار معينة والمسافات ما بين الأسياخ مسافات معينة، وبنحطها نسقطها في قلب الفرمة ونصب عليها الخرسانة. تمام. دي برضو المسافات بتبدأ تزيد شوية ما بين البلاطات وما بين بعضها، لكن الفكرة إن أنا لما بحط continuous reinforced concrete، كلمة continuous مقصود بيها إن هي من غير فواصل، لكن الحقيقة هي مش من غير فواصل ولا حاجة، هي بفواصل وكل حاجة، بس عشان المسافات ما بين الفواصل كبرت قوي. ماشي. فبنبتدي نقول كأن بنعتبرها كأنها continuous. المسافات ما بين الفواصل دي بتبقى لحد 90 متر، ف 90 متر ده بنعتبر ان البلاطة اللي طولها 90 متر من غير فواصل. تمام. فعشان كده بنسميها continuous reinforced concrete pavement، ودي بيبقى فيها تسليح، وتسليح بيتحسب ويترص في قلب البلاطة وكل حاجة عادي خالص. ماشي كده الدنيا وضحت في الأنواع المختلفة دي. تسليح دوت يا دكتور بيبقى سفلي؟ تسليح البلاطة؟ لا بيبقى في النص. ماشي. طيب غير ان انا الـ البلاطات دي غير التسليح بتاعها، الفواصل بقى نفسها، انا بعمل الفواصل بأسياخ ولا بعمل فواصل فاضية وخلاص؟ في الجوينت بلين كونكريت بيفمنت الفواصل دي ممكن نعملها فيها دول بارز او ما فيهاش. ماشي. لكن من اول الجوينتد رينفورسد كونكريت والكونتينوس رينفورسد كونكريت، وبعد كده طبعا عندنا النوع الاخير اللي هو البري ستريسد كونكريت، الفواصل بتكون بدول بارز، والدول بارز لازم تكون متصممه على الاحمال اللي هتقع عليها يعني، والقيم بتاعه طبعا الدول بار دي بتبقى سيخ عباره عن طوله حوالي 25 سنتي، والقطر بتاعه بيبقى من 25-30 سنتي يعني، والقطر بتاعه بيبقى على حسب التصميم، على حسب الاحمال اللي هينقلها. الدول بارز اللي بتتحط فيه هو هو اللي بيتكلم بيسال، ولا هو الدنيا فلتت منه كده وخلاص؟ لا هو المايك اتفتح بس هتلاقي غصب عنه. طيب مفيش مشكله. اوكي. الدول بارز دي زي ما قلنا بتتصمم، وبنحسب الاحمال اللي واقع عليها بالظبط، وبناء عليها بنصمم اقطار الاسياخ واطول. تمام. طيب انا معلش هو انا اتشتت بس بسبب اللي حصل، فما عادش فاكره انا كنت بقول عايزه اقول ايه تاني. بنقول على الوصلات بالفرق بين الوصلات في الانواع المختلفه. لا، وحاجه تانية كمان بقى، في احنا قلنا في لونجيتودينال جوينت. اللونجيتودينال جوينت دي الاسياخ اللي فيها بنسميها تاي بارز، والتاي بارز دي مش بتبقى نقل احمال لانها ما بين الحارات وبعضها، والعربيه طبعا مفترض ان الفيكل اي فيكل او مركبه بتمشي في الاتجاه الطولي للطريق، ما بتمشيش في الاتجاه العرضي للطريق، فما بتعديش على التاي بارز. تمام. فالتاي بارز مش بتحمل احمال، وبالتالي مش بنصممها يعني، ليها قيم في المواصفات كده بتاعت الاسياخ بتاعتها وبنحطها وخلاص. السيخ بيبقى نصه في البلاطه ونصه في البلاطه الثانيه اللي بعدها. تمام. خلاص اعتقد كده اتكلمت عن الانواع. وظيفتها ايه بقى؟ انهي فيهم؟
اللي هي الطوليه اللي بتطول اللونجيتودينال جوينت. اللونجيتودينال جوينت ولا الاسياخ التايبرز اللي موجوده في اللونجيتودينال جوينت؟ ايوه الاسياخ اللي موجوده في اللونجيتودينال جوينت. اللونجيتودينال جوينت هي زيها زي هقول الاثنين. اللونجيتودينال جوينت هي زيها زي الترانسفيرس جوينت، هي فاصل تمدد. ما هو البلاطه برضو في الاتجاه العرضي، لو الطريق 8 حارات مثلا ماشي، وكل حاره 3 متر، مش هعمل 24 متر يحصل فيه متمدد وانكماش، تمام؟ الاسياخ بقى وظيفتها من اسمها تاي بار. كلمه تاي بالانجليزي يعني ايه؟ يعني يربط، بتربط ما بين البلاطات وبعضها ماشي. طيب العيوب اللي قدامنا دي اللي هي الفولتنج والبانش اوتس والترانسفيرس كراكينج، هي العيوب الوحيده اللي بتظهر في الريجيد بيفمنت؟ لا، برضو ده في عيوب كتيره قوي، بس احنا هنركز على دول. في عندنا الكراكينج، بيحصل فيه كراكينج، بيحصل فيه فولتنج اتكلمنا عنه من شويه، بيحصل فيه بامبنج. البامبنج بيحصل بسبب الميه، ان يبقى عندي ميه تحت البلاطه فالميه دي تدفع البلاطه لفوق. بيحصل فيه بلو ابس، يبقى في عندنا مناطق معينه بس هي اللي فيها الدفع للفوق دون، فيحصل عندنا زي منطقه كده تكبب لفوق وتعمل دفع لفوق. بيحصل سكيلينج، بيحصل سبولينج، الحاجات دي بسبب تغيرات الحجميه للبلاطات، فبيحصل ان عندنا عيوب ممكن تاثر على الريجيد بيم. زي ما قلنا احنا مش مهتمين بكل العيوب دي ان انت تعرفها كلها، لان العيوب دي بيدرس فيها كورس كامل ماشي. احنا مهتمين انت تعرف العيوب الرئيسيه بس اللي احنا قلنا لك عليها وشرحناها عشان تفهم هي بتاثر ازاي في التصميم. طيب احنا كل ده بنعمله وبنقوله عشان نتعرف على الانواع المختلفه للرسب والانواع المختلفه للعيوب، عشان ان شاء الله نتعلم التصميم. فهنتكلم بس على حاجه كده اللي اسمها طرق التصميم المختلفه، يعني هو التصميم بيتعمل ازاي. وهنا نقصد التصميم بيمن ديزاين، ما نقصدش بيها تصميم الخلطه، لان احنا هنرجع ناخد تصميم الخلطه تاني. انا وانا بتكلم معاكم دلوقتي قلت لكم تصميم الخلطه في مصر بيتم بطريقه مشال، وفي طريقه جديده اسمها سوبر بيف بدات بعض الدول تستخدمها، وفي طريقه اندر ريسيرش لسه اسمها البالانس ديزاين. انا هنا لما هتكلم مش بتكلم بقى على تصميم الخلطه، انا بتكلم على طرق تصميم الطبقات المختلفه. يعني اقول ان الرصف ده طبقات 1 2 3 وكل واحده منهم خواصها كذا وكل واحده منهم سمكها كذا ماشي. فالتصميم كان بيتم بكذا طريقه. هو بدا الحقيقه في الاول خالص بالاكسبيرينس. يعني ايه اكسبيرينس؟ يعني الناس اخصائيين الطرق الشاطرين كده اللي في المجال يجي يقول لك الطريق ده الفانكشنال كلاسيفيكيشن بتاعه هيبقى ارتيريال، خلاص حط الاسفلت 14 سنتي ماشي، وحط البيز 30 سنتي، وحط الساب بيز مش عارف كام وبس. فالبدايه بدات بالاكسبيرينس. الموضوع ده لوحده ما كانش ينفع، لان طبعا هيبقى متطلب متخصصين يكونوا فاهمين وعارفين كويس قوي. فبدا مع الوقت يتطور شويه فبقى امبيريكال، والامبيريكال ده مازال موجود في العالم كله لحد دلوقتي، ان يبقى عندنا statistical models جايه من علاقات احصائيه ماشي، من الرود تيستس. وهناخد مثال على الموضوع ده دلوقتي بعد ما نتكلم في ما نخلص السلايد دي. وبعدين طريقه جديده بقى اسمها ميكانيستيك امبيريكال. ميكانيستيك يعني ايه؟ ميكانيستيك يعني بتاخد في الاعتبار ميكانيكا المواد. خدته في الاستراكشرال في كورسات الاستراكشر اللي بتاخدوها حاجه زي ميكانكس اوف سوليدز، ان انت تحسب الستريسز في حاجه معينه وتحول الستريسز دي لريسبونسز يعني لسترينز وحاجات زي كده، ولا لا؟ انا ما عدتش فاكره انتوا بتاخدوا في الاستراكشر. مش فاكرين بصراحه دكتور حاجه زي كده. مش انتوا في الاستراكشر غير الحاجات الرئيسيه اللي انتوا تقعدوا تحسبوا ردود الافعال والبندنج والنورمال والشير وكلام من ده، في جزء اعتقد ان انتوا بتاخدوا فيه ستريسز، اللي بتاخدوا فيه البرنسبل ستريسز وازاي اشتغل بدايره مور. خدتوا الحاجات دي؟ خدنا الستريسز ودايره مور والكلام ده، وازاي اجيب البرنسبل ستريسز اللي هو الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس وكده. ماشي، خدتوا الكلام ده صح؟ ايوه تمام. تمام
كلام جميل. انا باخد الحاجات دي ليه؟ عشان اعرف اقصى ستريس هيكون فين. عشان ايه؟ عشان لما اجي اصمم ابقى عايزه اطمن. التصميم، كلمه تصميم في العام اي عنصر انشائي، سواء كان العنصر الانشائي ده عنصر خرساني او منشات معدنيه زي الكباري اللي انتوا بتاخدوها في الستيل، او كان عنصر في طريق زي العناصر اللي احنا بناخدها، كلمه تصميم معناها ان انا اقول الكونستراكشن بتاعي ده هيكون مقاساته ايه وخواص الماتيريال بتاعه ايه طبقا للاحمال اللي واقع عليه، بحيث ان انا احقق شرط مهم جدا جدا. هو ايه الشرط المهم جدا جدا ده؟ ان الاكشوال ستريس اللي هيقع على العنصر الانشائي ده على تعميمه يعني يكون اقل من ايه؟ الالاوبل، اقل من السترينس يعني. ماشي، بس احنا بنقول الاوبل لان احنا بناخد فاكتورز اوف سيفتي. تمام، هو امتى انا هيبقى التصميم بتاعي فاشل؟ لما يحصل ان الاسترس اللي هيقع على العنصر الانشائي اكبر من الاسترينس بتاعته فهينهار، صح؟ فالتصميم معناه ان انا اول حاجه بحدد الماتيريال بروبرتيز، وبعدين بحدد الاحمال واحول الاحمال دي، مش احمال بس، ما يهمنيش احمال وخلاص، يهمني ان انا احول الاحمال دي لستريسز، وبالتالي اهم من الستريسز بقى السترينز اللي هي اسمها الريسبونسز. ماشي، فالستريسز والسترينز دول اسمهم ريسبونسز. اوكي، وانا ببقى مهتم جدا اعرف الريسبونسز دي عشان اتاكد ان الاكشوال اللي هيقع على العنصر الانشائي اللي عندي اقل من اللي هو يقدر يتحمله، اقل من قوته، اقل من اعلى سترينس عندي. تمام، فالمهم ان انا بقى ايه ابقى عارف بطريقه معينه، ماشي، ان انا احسب الستريسز والسترينز. فعشان احسب ستريسز وسترينز ببقى لازم ابقى عارف البيهيفير اوف ماتيريال. ماشي، فده اسمه ميكانكس اوف ماتيريال، اسمه كده العلم اللي بنتكلم فيه ده اسمه ميكانكس اوف ماتيريال. واصلا الجزء ده من الاستراكشر اللي انتوا خدتوه في الاستراكشر بيدرس في اماكن تانية داخل مصر على فكره باسمه ميكانكس اوف سوليدز او ميكانكس اوف ماتيريال. تمام، فاحنا كلمه ميكانيستك، ان التصميم يبقى ميكانيستك، انه باخد في الاعتبار موضوع الستريسز والسترينز والريسبونسز اللي هي الميكانيستك ريسبونسز بتاعه الماتيريال نتيجه البيهيفير بتاعها. وطبعا الماتيريالز برضو انتوا خدتوا الكلام ده، الماتيريالز البيهيفير بتاعها بيختلف. يعني انتوا برضو في الخرسانه لما ابتديتوا تاخدوا الخرسانه والستيل والحاجات دي في الماتيريال، قال لك ان السلوك بتاع الخرسانه بتكون العلاقه ما بين الاستريس والسترين في مرحله كده لينير، بعد كده بتبقى نون لينير، صح؟ خدتوا الكلام ده اكيد. ايوه تمام. ايوه الحقيقه ان البيهيفير ده بيتغير يعني ايه على حسب الماتيريال اللي عندك. وخدتوا برضو ان الديفورميشنز دي فيها حاجات الاستيك وفي حاجات بلاستيك. يعني ايه بلاستيك؟ يعني ما بتسترجعش خلاص. الالاستيك ده حطيت حمل حصل ريسبونس، بس وانس ان انا شلت الحمل الريسبونس خلاص رجع تاني. الحقيقه الالاستيك ده حقيقه يعني حاجه ثريتيكال، مفيش حاجه بيور الاستيك. تمام، طيب هو ده البيهيفير الوحيد. الحقيقه ان الاسفلت ماده البيهيفير بتاعها فيسكو الاستيك. يعني ايه بقى فيسكو الاستيك؟ يعني ال او بمعنى اصح برضو عشان نحدد اكتر، فيسكو الاستو بلاستيك. تمام، الدنيا هي الدنيا سهله يعني، مش 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 دي مشكله خالص، لان احنا البيهيفير ده برضو مش هنتكلم عنه كتير قوي في الكورس ده. بس المهم يعني ان الناس لما جت تعمل ميكانيستك امبيريكال ديزاين عملوا كالكوليشن للستريسز والسترينز والديفورميشن بالميكانكس اوف ماتيريال. تمام، فده الجزء الميكانيستك. لكن كان نفسهم انه السترينز اللي هم حسبوها دي يحولوها في الاخر، انا عايز اعرف العيوب الديستريسز، هيحصل عندي راتنج قد ايه، هيحصل عندي فتيج قد ايه، لان انا ما بعملش ريكونستراكشن للطريق الا لما الراتنج والفتيج والحاجات دي توصل لقيم معينه زي ما قلنا من شويه اللي هي قيمه الفيلير. فهو جاب الستريسز والسترينز والديفورميشنز بميكانيستك ابروتش، لكن لما جه يحول الكلام ده للديستريسز استخدم empirical approach، empirical pavement performance models. العيوب حساباتها بنسميه performance، أداء الرصف بقى عامل إزاي.
طيب اللي برضو مستخدم وورلد وايد دلوقتي ايه؟ معظم في دول كتيره في العالم بتستخدم الامبيريكال ابروتش، واحنا منها في مصر. احنا في مصر بنستخدم طريقه اسمها الاشتو 93، هنكلمكم عنها بالتفصيل، اللي هي امبيريكال. في دول تانية في سيستم جديد في الميكانيستك امبيريكال هنتكلم عنه، لكن مش كل الدول برضو بتستخدمه. معظم الولايات الامريكيه دلوقتي بتستخدمه الميكانيستك البيور ميكانيستك. يعني ايه بقى بيور ميكانيستك؟ هحسب كل حاجه، الكالكوليشن اوف بيمنت ستريسز وسترينز، عن طريق ميكانيكال ماتيريال، وهنطلع ميكانيستك بيز بيمنت بيرفورمانس موديل. الابروش الثالث ده الميكانيستك بزال قيد البحث، اندر ريسيرش، ناس شغالين في ريسيرش، لكن مفيش مودلز او طرق تصميم مطبقه في العالم عليه لحد دلوقتي. احنا قلنا دكتور الطراف في مصر ايه؟ تبع ايه؟ الاشتو 93 هنتكلم عنها بالتفصيل ما تقلقش. دي تبع الامبيريكال ولا الامبيريكال؟ هنتكلم عنها تاني دلوقتي بالتفصيل ونقول هي جت منين، خلاص، وهنتكلم عنها بالتفصيل في محاضره منفصله لوحدها عشان نعرف ازاي بنحسب السيكنسز بتاعت اللايرز المختلفه. تمام ماشي. التاني احنا قلنا ان الكريتيكال ريسبونسز فين، واكتر عيبين يهمونا ايه. اكتر عيبين يهمونا هم الراتنج والفاتيج، ماشي. فعشان كده البرامج حتى اللي هي فيها ميكانيستك اما بتيجي تحسب الكريتيكال ريسبونسز، قال لك الكريتيكال ريسبونسز عندك التنسايل سترين في نهايه الطبقه المتماسكه، اهو اي تي ات سيرفيس زائد الباتوم اوف اول باوند لايرز في نهايه الطبقه المتماسكه. ليه في نهايه الطبقه المتماسكه؟ ما هي الطبقه المتماسكه دي اللي بتقاوم البندنج لانها ماسكه في بعضها، فلما بتيجي تلف ما بتلفش لان هي ايه متماسكه، يحصل مقاومه، يحصل تنسايل سترين في نهايه الطبقه المتماسكه، فهو ده اللي بيسبب بعد كده الفاتيك كراكينج. الكومبريسيف سترينث بقى، لما يحصل عندي كومبريسيف سترينث ففي نهايه كل الطبقات، طبعا كل طبقه لوحدها بنحسب الاي سي ات ميد ثيكنس اوف اول لايرز، كل طبقه لوحدها عشان نجمع منهم مع بعض على فوق السب جريد قيمه الراتنج لكل الطبقات. تمام. طيب الميكانيستك امبيريكال بيرفورمانس بريدكشن فور بيفمنت ده بيحصل ازاي؟ هو الحقيقه الميكانيستك امبيريكال بيحصل عن طريق برامج، يعني في برنامج هنتكلم عنه دلوقتي مع بعض اسمه الام اي بي دي جي، اللي هو اتغير دلوقتي بقى اسمه داروين بيفمنت ام اي. احنا الاسفلت الحقيقه مش بيتاثر بالاحمال بس، البدايه بتبدا بان انت بتفرق قطاع زي ما القطاع قدامك كده، خلاص القطاع ده عليه احمال، احمال احنا ممثلينها هنا بصوره عجله، ماشي. لكن المشكله مش في الاحمال بس، المشكله في الكلايمت كمان. الكلايمت بيأثر، درجات الحراره، البريسيبتيشن اللي هو المطر، الرياح، كل الحاجات دي بتأثر في الرصف. فالحاجات دي كلها بندخلها للبرنامج. بندخلها للبرنامج ازاي؟ ان احنا نقول الويزر ستيشن، البرنامج فيه داتابيز لويزر ستيشنز كتير جدا في امريكا، وبدانا على فكره عندنا في مصر نعمل امبليتيشن للبرنامج دون. ففي ويزر ستيشنز في مصر معروفه وتم ايجاد الداتا فايلز بتاعتها. فاحط انا الكلام ده للبرنامج اللي هو بيزد على طريقه الميكانيستك امبيريكال، يعني يطلع لي مع الوقت كده مع الوقت والترافيك طبعا، يطلع لي قيم السترينز المختلفه للعيوب المختلفه اللي احنا اتكلمنا عنها. وبعدين العيوب دي عن طريق امبيريكال مودلز يطلع لنا قيمه الدستريسز قد ايه على مدار عمر الرصف. انا يهمني قيمه الدستريس ليه؟ لو انا حاطط الفيليير كريتيريا مثلا للراتنج ان هي 2.5 سنتي، ماشي، وانا جيت فرضت قطاع والقطاع دوت حسبت الدستريسز بتاعته على مدار عمر الرصف، انا طبعا وانا بعمل التصميم فانا لازم اكون اعرف العمر التصميمي قد ايه، فعملت العمر التصميمي بتاعي 10 سنين خلاص، وعايز انا عايز القطاع يقعد 10 سنين، اوكي، وفرضت قطاع معين بخواص ماتيريال معينه، تمام، وحطيته وحسبت الدستريسز، لقيت ان الفيلير بيحصل بعد 7 سنين، يبقى القطاع اللي انا حطيته ده كفايه انسيف؟ لا، لسه مش كفايه، تمام. فابتدي اغير في اغير في حاجه من اتنين، يا اما خواص القطاع، اعلي خواص القطاع، اعلي الماتيريال بروبرتيز، ماشي، يا اما اغير في القطاع نفسه، الثيكنس بتاعت اللايرز المختلفه. انا كنت حاطط زي 6 او 7 سم اسفلت، لا
احط او الاسفلت ده البرنامج هنا ما بيشتغلش بطريقه مارشال، ما بيشتغلش الخواص بطريقه مارشال، بيشتغل بالطريقه الثانيه. ففي حاجه اسمها دايناميك مودلس بندخل، تمام؟ انا كنت حاطط حاجه الدايناميك مودلس بتاعها بكذا، لا اعلي خواص الاسفلت شويه، تمام؟ ما ينفعش اعلي الثيكنس بتاعه اللايرز. طيب ايه بقى المشاريع؟ بصوا يا شباب، الناس بتوصل لطرق التصميم عن طريق مشاريع بحثيه، تمام؟ فايه المشاريع البحثيه الرئيسيه اللي احنا وصلنا منها لطرق التصميم دي؟ اول مشروع اسمه الاشو رود تيست. احنا شرحنا قبل كده كلمه اشتو يعني ايه ولا لا؟ اتقالت تقريبا بس احنا نسينا. طيب نقولها تاني، معك ورقه وقلم. ده تقريبا التصميم يا دكتور، صح؟ اها، حضرتك قلتي قبل كده بس ما قلتيش كل حرف مثلا بيمثل ايه، يعني قلتي ان ده لا اسم. طالما قلته، طالما قلته يبقى لازم اكون قلت كل حرف بيمثل ايه، ولازم انتوا كمهندسين تعرفوا طرق ونقل. انتوا خدتوا نقل في سنه ثالثه، المفروض تكونوا خدتوه من سنه ثالثه اصلا، ماشي؟ بس المهم اولا هي الاشتو هي طريقه تصميم، ماشي؟ كانت قبل كده ناتجه عن مشروع بحثي اللي هو اسمه الاشو رود تيست، ماشي؟ بقى اسمها مع الوقت اشتو، نضاف عليها تي، ماشي؟ وهقول ليه، خلاص؟ فهي طريقه تصميم، وهي منظمه كمان، هي اللي عملت طريقه التصميم دي ومنظمه معروفه جدا. الاشتو كمنظمه، ماشي، كان اسمها زمان الاشو، اوكي، هي الامريكان اسوسيشن اوف ستيت هاي واي اند في تي اند ترانسبورتيشن اوفيشلز، اللي هي ايه بالعربي؟ مؤسسه مسؤولي هيئه هيئه مسؤولي النقل والطرق بين الولايات، خلاص؟ بين الولايات ستيت معناها بنتكلم على يونايتد ستيتس او بنتكلم عن امريكا، صح؟ طب احنا علاقتنا ايه في مصر بالموضوع دون؟ علاقتنا في مصر ان كود الطرق بتاعنا معظمه جاي من كتاب اسمه كتاب الاشتو، ماشي؟ جرين بوك، اللي هو ايه الاشتو جرين بوك ده؟ كتاب فيه الخواص والمواصفات بتاعة الطرق عموما، وليه احنا كمصر، او وعلى فكرة مش احنا كمصر، دول كتير جدا اختارت ان هي تانكلود الاشتو في الاكواد بتاعت التصميم بتاعت الطرق بتاعتها، لان الناس كانوا رواد في البحث في مجال الطرق، وهم اللي بدأوا من البداية، وبعد كده بقى عندهم داتا تكفي الدنيا، فالحمد لله بما ان هم رواد احنا استفدنا بده، تمام؟ طيب الدنيا بدأت ازاي؟ بدأت بالاشو رود تيست، وزمان كانت هي ما كانش فيها ترانسبورتيشن، كان فيها الستيت هاي واي اللي هو النقل بين الولايات، ماشي؟ مش داخل الولايات، لما دخل فيها ترانسبورتيشن فبقى بين الولايات وداخل الولايات كمان. فاول مشروع بحثي كان مشروع الاشو رود تيست، ده كان في نهايه الخمسينات. الو يا ولاد، ايوه. هو الاشتو مكتوب صح في الجيومتري والاستراكشر، مش في كتاب واحد. ايه ايه؟ الاشتو متقسم للجيومتري كتاب والاستراكشر كتاب، مش موجودين مع بعض في كتاب واحد. لا لا، موجودين في كتاب اسمه جرين بوك، ماشي؟ احنا اصلا خدنا من الكتاب ده، بصوا احنا خدنا من الكتاب ده 11 جزء من احنا كود الطرق بتاعنا في مصر 11 جزء على فكره، ماشي؟ وهم دلوقتي ما عادش ليهم كتاب اكتر ما ليهم ويب سايت. الو، اللي كان بيسال راح فين؟ صحيح، انت فكرتني، انا طالما كنت كل شويه اقول لكم من كتاب الاشتو من كتاب الاشتو، يبقى اكيد قلت اشتو يعني ايه. ايوه دكتور، كنت انا قلت لحضرتك يا دكتور ان انت قلتي بس ما نسيت. انا دكتور كده، بس انا كنت ما فتحتش المايك. دكتور، هي اتقالت ليه الامريكان اسوسيشن فور ستيت مش عارف ايه هاي واي. اها، قالت في اول محاضره خالص. اعرفوها بقى عشان انا ساعات بجيبها في امتحان، ماشي؟
طب دكتور انا كان عندي سؤال في السلايد اللي قبل اللي فاتت، بس كنت كل ما اتكلم ما كنتوش تسمعين دي. لا 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 الكلام اللي مكتوب تحت بس اللي هي لا لا معلش هي تقريبا اللي هي فيها العربيه النقل دي. حاضر دلعه دلعه معلش هي بس الكلام مكتوب تحت اللي هو اد سيرفيس دي هي ايه يعني اد سيرفيس يعني ايه زائد وزائد بوتوم اوف اول باوند لير يعني ايه الكلام مكتوب تحت ده. بص يا سيدي مش انا وانا بتكلم معاك من شويه صغيرين قلنا لك انه عندنا نوعين من فاتيك كراكنج، نوع اسمه الاليجيتور فاتيك كراكنج وده بيبقى بوتوم اب يبدا من تحت ويطلع لفوق صح. وعندنا نوع تاني اسمه اللونجيتودينال اللونجيتودينال فاتيك كراكنج وده توب داون صح. تمام انا يهمني جدا جدا السترين اللي بيحصل عند السطح وبالتالي وكمان عند نهايه الطبقات اللي تحت. هو اعلى سترين انا متوقع ان هو يحصل اعلى ستريس سوري اعلى ستريس انا متوقع ان هو يحصل هيحصل فين؟ ستريس الشده هيحصل في عند البطن بتاع اول بلاطه بطن البلاطه على طول. لا 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 الاول خالص ستريس الستريس بتاع الضغط اللي هو هيبقى ضغط فوق على البلاطه فوق خالص ات سيرفيس اعلى ستريس انا متوقع يحصل فين؟ الصفحه عند مساحه التلامس ما بين عجل العربيه وما بين الاسفلت صح؟ ماشي بس ده ستريس ضغط تمام؟ هنتكلم عنه كمان شوية على فكرة برضو بالتفصيل تمام؟ بيضغط على الأسفلت تمام؟ فبيخليه يحاول يبند في ضغط فوق تمام؟ نتيجة الضغط اللي فوق ده بيحصل عندنا شد تحت ماشي؟ هو بيقول لك أنا عايز إيه؟ أنا عايز عند السطح في ستريس بيحصل قد إيه؟ وعند البوتوم أوف أول باوند لايرز ماشي؟ لأن قيمة الستريس التنسال ستريس هنا مرتبط بالفيرتيكال ستريس اللي هو كومبريسيف فوق ماشي. ده كان يعني سؤالك ولا انا ما جاوبتش عليه ولا ايه السؤال عشان انا بس متلخبط ان هي مش اول واحده المفروض انها علاقه بالشد وات سيرفيس السيرفيس بيحصل عنده ضغط فهي ليه مكتوبه فوق عند السيرفيس بيحصل عنده ضغط الضغط اللي بيحصل عند السيرفيس ده ليه علاقه مباشره تماما بالتنسايل سترين اللي بيحصل عند الباتوم بتاعه الاول باوند ليرز. تمام يعني عندنا اجهاد الشد بيحصل وهنا على فكره وهنا بس برضو هقول لك انا فهمت قصدك من السؤال كلمه سيرفيس بنقصد بيها السيرفيس لايرز ما بنقصدش بيها السطح اللي هو السطح في المطلق فاهم قصدي ولا لا؟ احنا عندنا الطبقات بتاعت الاسفلت بنسميها الطبقات السطحيه اللي هي السيرفيس بتاعتنا ماشي. حتى احنا اصلا بالعربي الاسفلت اللي اما نيجي نتكلم عليه بنسميه بالعربي طبقه رابطه وطبقه سطحيه فنقصد بيها السيرفيس لايرز مش نقصد بيها السطح في المطلق. تمام ده مفهوم؟ لا وصلت كده. السؤال الثاني في سؤال تاني هنا ولا هو ده كان السؤال بس؟ لا انا ده كان سؤالي بس. طيب تمام. طب احنا عايزين نعرف ايه الميجور ريسيرش بروجكتس اللي حصلت عشان ينتج منها طرق التصميم اللي احنا مطلوب مننا كمهندسين طرق دلوقتي ان احنا نتعامل معاه. اول مشروع هو الاشورو تيست وهنتكلم عن كل واحد من المشاريع دي بايجاز كده مش بالتفصيل قوي يعني خلاص بس هنقول يعني ايه المين فيتشرز فيهم وخصوصا مشروع الاشورو تيست لان ده اللي نتجت عنه الطريقه بتاعه التصميم اللي احنا في مصر بنتعامل معاها دلوقتي ماشي. تاني مشروع اسمه الاستراتيجيك هاي واي ريسيرش بروجرام اللي تشارب وثالث طريقه خالص اسمها ميكانيستك امريكال بيمنت ديزاين جايد اللي هو اسمه متغير دلوقتي شويه وهنقول خواص كل طريقه وايه اللي نتج منها يعني كل طريقه او كل مشروع بحثي من دول ايه اللي طلع منه احنا نقدر نستفيد بيه كمهندسين طرق. فهنبدأ بالأشورو تيست احنا قلنا ده كان في نهاية الخمسينات بدأ من سنة 58 لسنة 60 تقريبا. عملوا ايه في المشروع دون؟ عملوا تيست سيكشن عملوا طريق ماشي او اكشوالي مش طريق واحد اكتر من طريق عشان يجرب عليه الانواع الطرق المختلفة. مش احنا قعدنا نقول احنا عندنا فليكسبل بيفمنت وعندنا ريجيد بيفمنت وعندنا في ريجيد بيفمنت ده كمان انواع فانا عايز الدليل التصميم اللي هيطلع لي من المشروع ده يكون valid على كل انواع الطرق اللي احنا ايه اتكلمنا عليه. عملوا طريق والطريق ده بعد ما عملوه ابتدوا يمشوا سواقين عليه خلاص
ويمشوا سواقين عليه، بمعنى يمشوا سواقين عليه بعربيات نقل طول ال 24 ساعه. ليه كان بيعمل كده؟ لان هو بعد ما عمل التست سيكشن كان عايز يعمل يطلع البيفمنت ريسبونسز عامله ازاي ويطلع الدستريسز عامله ازاي، بس من غير ما يسيب الطريق ده معرض للنقل العادي اللي هو نقل البضائع العادي. لانه لو عمل كده وسابه المعرض لنقل البضائع العادي فلازم يستنى العمر التصميمي عشان يشوف هو هيعيش ولا لا. هم بقى كانوا عايزين بيعملوا حاجه اسمها اكسلريتد رود تيستينج. اكسلريتد يعني ايه؟ بيسرع. فهو كان في سواقين كده بعربيات نقل شغالين ل 24 ساعه وفي شيفت، في شيفت كل شيفت 8 ساعات عشان يقدر يحسب الدستريسز اللي في الطريق. اللي اوت بتاع المشروع كان عامل كده. طبعا الطرق اللي عليها ارقام 178 و71 و23 دي طرق فعليه خلاص وماشي عليها نقل حقيقي. جه جنبها على الطريق دوت اللي هو في ولايه اوتاوا راح جاي عامل اللوبس اللي انتوا شايفينها دي. ليه لوب بالشكل ده؟ يعني ايه لوب؟ يعني بتبدا ويرجع يلف ويرجع يلف في نفس اللوب تاني. ليه؟ لان احنا قلنا هو هيعمل اكسلريتد لود تيستينج، يجيب سواقين يفضلوا ماشيين ويرجعوا تاني، فمش عايزه يبقى تقاطع ويلف ويلف وبيرجع بظهره. هو يفضل ماشي في اللوب دي ولما تخلص اللوب يرجع يلفها تاني، ولما تخلص يرجع يلفها تالت وعاشر لحد ما الشيفت الثمان ساعات بتاعته يخلصوا. كل واحدة من اللوبس دي كان فيها مجموعة من الطرق المختلفة. هناخد مثال. معلش أنا عندي السلايد مش بتتغير. مش عارفة ثانية واحدة يا شباب أشوف التليفون ده إيه. معلش يا شباب انا معتذر، انا مواعيدي اليومين دول محدش عارفها ملخبطه لانهم بيلاقوني في البيت فبيفتكروا ان انا ما عنديش شغل. الو حضرتك يا دكتور. انا بس عايزاكم تشوفوا بقى اللوب ده. احنا قلنا احنا عندنا كذا لوب تمام، فعايزين بقى نعرف هم ازاي استخدموه للتصميم. ماشي. فساي مثلا لو انا بصيت على لوب رقم 5 اللي اوت بتاعها عامل كده، قال لك ان انا ايه، طبعا اللوب هنا عباره عن جزء مستقيم وبعدين اجزاء منحنيه وبعدين جزء مستقيم وبعدين اجزاء منحنيه، فخلى التانجنت ده عملوا فليكسبل تيست، فليكسبل ريجيد، فليكسبل بيفمنت يعني تمام. عمل التانجنت الثاني فليكس ريجيد بيفمنت. هنا عمل ترن اباوت. ترن اباوت ده حاجه في المرور اكيد انتوا خدتوها يعني، اللي هي الصينيه يعني ماشي. وعمل الجزء ده ستيل اي بيم بريدج، وعمل الجزء ده بريستريسد كونكريت بريدج، وابتدى انه يمشي على كل دول احمال ويشوف وهو بيمشي عليهم الاحمال شكل الدستريسز هيبقى عامل ازاي، ويقيس امده الدستريسز مع الزمن تمام. الدستريسز المختلفه على فكره مع الزمن عشان يقدر يطلع من دول علاقه ما بين قيمه الاحمال اللي هو مررها. طبعا هو بيمرر الاحمال دي عارف ان انا ساي مثلا على اللوب دي بمشي السواقين 24 ساعه بسرعه كذا وطول التانجنت كذا، فالعدد مرات المرور هيكون كذا في اليوم، وانا بشتغل عدد ايام اسبوع كذا، وبعدين بشتغل
عدد ايام اسبوع عدد ايام في السنه كذا والمشروع قعد سنتين، وبالتالي انا عندي احصاء دقيق جدا لكميه الاحمال اللي هتمر على الطريق، واقدر اربطها بقيم الديستريسز اللي انا مفروض بقيسها مع الزمن. تمام. ايه الميجور فايندينجز اللي طلعت لنا من القصه دي؟ ثلاث حاجات. ماشي. اول حاجه اسمها الكونسبت اوف سيرفيسابيليتي. سيرفيسابيليتي بالعربي يعني مخدوميه. ماشي. ويعني ايه مخدوميه بقى؟ هنتكلم عنها برضو حالا تاني، انه المخدوميه دي هي قدره الطريق على انه يتحمل الاحمال الواقعه عليه. ماشي. وبشكل مرضي للايه؟ لليوزرز اللي هيستخدموه. تمام. والسيرفيسابيليتي دي هنتكلم فيها، هي طبعا مخدوميه الطريق بتقل مع الزمن. انا اول ما بعمل طريق جديد الناس بتبقى ماشيه على الطريق ده مبسوطه وفرحانه بيه، لانه ما فيهوش عيوب، ما فيهوش حفر، ما فيهوش مشاكل، ماشيين عليه كده والدنيا الحمد لله كده. في شرط المهم قوي اللي احنا اتكلمنا عليه من بدايه ما اتكلمنا في الكورس دون، قلنا لك ان في شرط مع السيف والايكونوميك الناس بتحس بيه، هو ايه؟ هو الراحه، كومفورتبل. الناس ما بتحسش بقصه السيفتي الا ربنا يعافينا لما يتعرضوا لخطر. تمام. ما بيحسوش بقصه الايكونومي دي لان مش هم اللي بيدفعوا فلوس الطريق مباشره، هم طبعا بيدفعوها عن طريق الضرائب اللي بيدفعوها، بس مش هم اللي مباشره بيدفعوا ويعرفوا التكلفه كام ويحسبوها بنفسهم وكلام من ده. هم بيحسوا باثرها بعد كده انها اتخذت من الميزانيه، ده اكيد. تمام. لكن الحاجه اللي بيحسوها immediately على طول هي موضوع الراحه ورايهم في الطريق. تمام. تاني حاجه المشروع ده اكتشفها من ضمن الفايندنجز بتاعته، الايفكت اوف بيمنت سيكنس اون بيرفورمانس، لانه لما السيكنس بيتغير وقع كان عنده كذا لوب. ماشي. وبالتالي على كل لوب من دول ممكن يبقى عنده سيكنس معين، ويشوف السيكنس دي بتاعت اللايرز المختلفه تاثيرها ايه على الاداء بتاع الطريق وعلى العيوب وتطورها. ثالث حاجه، الحاجه المهمه قوي اللي احنا زي ما بقول لك احنا من ضمن الدول اللي استفادت منها، اسمه الاشتو 93 بيفمنت ديزاين جايد، اللي احنا عن طريقه في مصر بنقدر نحسب السيكنس بتاعه اللايرز المختلفه بناء على خواصها وبناء على الاحمال اللي موجوده فيها. تمام. فدي الميجور فايندنجز اللي طلعت لنا من المشروع ده. ليه المشروع؟ طبعا نتكلم على كل واحد فيهم، وبعدين المشروع ده زي ما ليه فايندنجز حاجات كده اكتشفوها والحمد لله كانت مفيده، فليه ليميتيشنز هنتكلم عنها هي كمان. اول حاجه خلينا نتكلم على الفايندنجز والحاجات الحلوه اللي احنا طلعناها من المشروع دوت، وابتدينا كده نفهم الدنيا بشكل احسن. حاجه اسمها السيرفيسابيليتي، والسيرفيسابيليتي او المخدوميه اتفقنا ان هي بتبقى في بدايه عمر الرصف حاجه جميله كده وعظيمه، كلنا راضيين عن الطريق ومبسوطين منه، وبعدين بتبتدي مع الوقت لما يحصل فيه عيوب بتحصل ان السيرفيسابيليتي تقل. فاحنا عندنا حاجتين، حاجه اسمها لو انا رسمت السيرفيسابيليتي مع الوقت، في حاجه اسمها انيشال سيرفيسابيليتي عند بدايه عمر الرصف، وفي حاجه اسمها تيرمينال سيرفيسابيليتي، رقم معين كده لو ابتدينا نقل عنه بنقول ان الطريق ده خلاص ما عادش بقى مقبول ولا ايه ولا 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 ينفع ان احنا نستخدمه. الكلام ده عايزين نربطه بالديزاين. الديزاين لو انا بعمل ديزاين المفروض ان مع الديزاين لايف بتاعتي او العمر التصميمي بتاعي السيرفيسابيليتي بتاعت الطريق توصل بالظبط للتيرمينال سيرفيسابيليتي اللي انا مش عايزه الا عنها. تمام. وده رسمنا الكوريكت ديزاين او الديزاين الحلو يعني السليم اللي احنا مفروض نعمله كمهندسين ونبقى ساعتها مهندسين شطار، هو اللي مرسوم باللون الازرق. ان انا مع عمر الرصف اللي انا محدده من البدايه، قلت ساي ان عمر الرصف ده هيبقى 10 سنين، يبقى بعد 10 سنين اوصل للتيرمينال سيرفيسابيليتي اللي انا برضو محددها من البدايه. تمام. طب هي ايه المشكله لو انا عملت اوفر ديزاين او اندر ديزاين؟ الاوفر ديزاين اللي مرسوم باللون الفوشيا ده الماجنتا، ماشي، بيقول لك ان بعد العمر التصميمي، انا قلت العمر التصميمي 10 سنين، اجي اقيس السيرفيسابيلتي قد ايه ليها اكتر من التيرمينال سيرفيسابيلتي اللي انا مش عايز انزل عنها. تمام. طب ايه الوحش في كده؟ ما احنا هون الناس لسه مبسوطه وسعيده وفرحان، ايه الوحش يا جماعه في كده؟ مش اقتصادي. برافو عليك، برافو عليك، مظبوط جدا اللي انتم بتقولوه. مش اقتصادي. انا دلوقتي المفروض احنا متفقين على ان البادجت بتاع الطرق دي، قلنا احنا كيوزرز ما بنحسش بموضوع الايكونومي مباشره، لكن هو بيأثر فينا جدا. ما هو في الاخر الطرق دي معموله اللي بيصرف عليها الدوله، لكن من فلوسنا احنا. تمام. فطالما بيحصل الكلام ده من فلوسنا احنا، ما اكيد احنا والدوله عايزين نوفر الفلوس دي
ونستخدمها كويس. انا احنا جينا النهارده سنه 2020 قلنا هنحط فلوس في طريق والعمر التصميمي بتاعه 20-30، فجينا عملنا حد مهندس مننا عمل اوفر ديزاين خلاص، فجينا في 20-30 لقينا الطريق لسه كويس ومش محتاج بادجت تاني، فبالتالي احنا النهارده في 2010 حطينا فيه بادجت اكتر من اللي يستحقها، والبادجت دي كان المفروض ان احنا نقدر نوجهها لحاجات تانية. فالاوفر ديزاين حاجة مش كويسة خالص، لان معناه ان انا استخدمت الفلوس بتاعة الطريق بشكل مبالغ فيه في وقت كنت ممكن اوجهها لحاجة تانية. الاندر ديزاين ماله؟ الاندر ديزاين فيه مشكلة تانية، اما ما عملناش تصميم مظبوط، جيت الطريق اللي المفروض يعيش 10 سنين عاش 7 بس، واحنا كنا محطين له ميزانية النهاردة ومش هنحطه في الميزانية تاني خالص قبل 10 سنين، فجي بعد 7 سنين فاجئنا، مفيش حاجة اسمها مفاجآت في الميزانية، لان احنا الطرق ميزانيتها بتبقى بالمليارات ماشي. فما ينفعش يتعمل اندر ديزاين ويجي يبقى مطلوب مننا في وقت معين، مش معمول الوكيشن للبادجت بتاعه الطريق، مش معمول الوكيشن لفلوس انها تتحط في ميزانيه الطريق، ده مش متحدده مسبقا ونقول يلا عايزين فلوس عشان نصلح، ما ينفعش ماشي. طب السيرفيسابيليتي بقى فيرسس تايم، دي انا عايز احقق ايه؟ انا عايز احقق ان انا ابدا بانيشال سيرفيسابيليتي معينه وبعد العمر التصميمي ابدا اوصل لترمينال سيرفيسابيليتي معين، تمام؟ ساعتها بقى عملت الكوريكت ديزاين. السيرفيسابيليتي بقى بتتقاس ازاي؟ طبعا دي نسخه من الاشتو 93 ماشي. دي اخر نسخه؟ لا دي مش اخر نسخه، في طلع بعديها الاشتو 98 وطلع اشتو 2003، بس دي النسخه اللي احنا بنشتغل بيها في مصر. الو، ليه ما بنشتغلش بالحديثه ده؟ ايه، ليه ما بنشتغلش باحدث نسخه مثلا؟ يعني ليه شغالين على القديم؟ لاعتبارات كتيره ماشي، المحاضره مش مكانها تمام، لانه بصوا يا شباب، هقول لكم حاجه من واقع خبرتي انا الشخصيه ومعرفتي، يعني الامريكان هم الرواد في مجال الطرق خلاص. الامريكان شاطرين قوي وشاطرين بطريقه يعني ولاد ايه، يعني ولاد لذينه تمام. في ايه بقى؟ هم البرنامج، انتوا بس استعجلتوا في السؤال شويه وانا كنت هتكلم عنه والله لما نيجي وقتها. احنا الامريكان ما عادوش شغالين بالاشتو في ولايات كتير خلاص، لكن في ولايات ما زالت في امريكا مصممه ان هي تتمسك بالاشتو لحد دلوقتي. البرنامج الجديد اللي بيشتغلوا فيه بره اللي هو البيفمنت ام اي، اول ما اي حاجه بتتعمل جديده بيبقى فيها عيوب او مشاكل. احنا في مجال البحث ما بنسميش العيوب disadvantages زي ما الناس متعودة، ناس تقول لك عيب الحاجة الفلانية كذا، احنا كباحثين ما بنسميهاش عيوب، احنا بنسميها limitations. حد عارف الفرق بين كلمة limitations و disadvantages؟ الو، برضو ده مش درس انجليزي، انا بحاول الفت انتباهكم بس. اوكي، هي disadvantages يعني عيب خلاص، وعيب كلمة عيب يعني خلاص هو عيب بقى وسلم بيه كأنه قضاء من ربنا سبحانه وتعالى ماشي. بس الحقيقة هو مش قضاء ولا قدر من ربنا سبحانه وتعالى، هي حاجة احنا البني آدمين عملناها وفيها عيب، فالمفروض ان احنا مطلوب مننا نصلحه. ان الباحثين دايما بيبصوا للعيب على limitation. يعني ايه limitation؟ يعني محدودية، يعني انا دلوقتي الحاجة دي applicable على كذا وكذا، طب انا كباحث اقدر في المستقبل اخليها applicable على حاجات تانية ولا لأ؟ اقدر لو عملت ابحاث واشتغلت في الموضوع ده وفضلت ادور وابحث لحد ما ايه ما الاقي طريقه تمام. فاحنا دايما بنقول ليميتيشن تمام. الفكره ان البرنامج الجديد اللي الناس بتشتغل بيه دلوقتي بره لما اتعمل كان ليه ليميتيشن وكان فيه مشاكل في المودلز نفسها بتاعه البرفورمانس. اوكي، فزي ما قلت لك الامريكان لسه من حالنا اهو، من شويه قلت لك ولاد لذينه. ولاد لذينه يعني ايه؟ اولا هم طبعا بيصرفوا على البحث كتير خلاص، يعني بيخصصوا المشاريع اللي احنا بنتكلم عنها، المشاريع البحثية دي في مشروع دلوقتي هقول لك الميزانية بتاعته كم واحنا بنتكلم تمام. فبيصرفوا على البحث كتير، مش بس كده، دول زي ما قلت لك كده شطار مكرين. يعني ايه البرنامج ده مثلا اول ما عملوه، هم عملوه كانت اول فيرجن ليه البرنامج الجديد مش الاشتو، كان نازل سنة 2001 تمام. عملوه ايه؟ عملوه اونلاين خلاص ونزلوه للدنيا كلها بلا استثناء تشتغل فيه
يعني انت مش قاعد في امريكا ولا حاجه، بس انت تقدر تعمل ابحاث على الديزاين جايد وتقدر تشتغل فيه وتجربه، وعندك نسخه تجريبيه مجانيه كانت موجوده من اول 2001 مجانيه لحد 2016. ماشي، انا حد من ضمن الناس اللي اشتغلوا على البرنامج ده، تمام؟ مش انا بس، العالم كله، كل الباحثين، الناس اللي عندهم في دول ناميه وما عندهمش بادجت كبيره للبحث، لما كانوا بيلاقوا البرنامج كانوا بيشتغلوا عليه، اوكي، وكانوا بيطلعوا العيوب اللي فيه. هم فضلوا سايبينه للدنيا كلها زي 15 سنه، رقم كبير، ان الناس كلها تشتغل وتطلع العيوب وتطلع المشاكل اللي فيه وتنقده، وتبتدي تقول لهم ده احنا جربنا وطلع كذا، وجربنا وطلع كذا، وتبتدي تقول لهم العيوب بتاعته كذا. هيخدوا الابحاث بتاعه الناس دي كلها، تمام؟ وفي مؤتمر في امريكا بيحصل سنويا، طبعا هو بيبقى في شهر يناير. السنه دي اول مره من 100 سنه، هو مؤتمر بقاله 100 سنه وكانوا عاملين حسابهم ان السنه دي اللي هي يناير 2021 يعملوا احتفاليه كبيره جدا جدا في المؤتمر ده، لكن للاسف بسبب الكورونا فبقى المؤتمر اونلاين السنه دي لاول مره في تاريخه. ماشي، المؤتمر ده مؤتمر كبير جدا جدا جدا، اسمه تي ار بي ترانسبورتيشن ريسيرش بورد، الانوال ميتنج بتاع ترانسبورتيشن ريسيرش بورد. المؤتمر ده انا حضرته مرتين، مره في 2016 ومره في 2018، وكان مثلا على سبيل المثال الحضور في 2016 عدد الحضور 13700، كان عدد الحضور في 2018 14200. انتوا عارفين يعني ايه الرقم ده؟ مؤتمر بيحضر 14000 بني ادم من العالم كله على فكره، تمام؟ فهو مكار، هو ساب لك البرنامج اشتغل فيه، طلع لي عيوبه، هتبعت لي ابحاث في المؤتمر الكبير ده اللي كل الناس في العالم اللي بيشتغلوا في الطرق بيبقى عندهم امل عظيم ان هم ينشروا ابحاث فيه، هقبلها منك، ماشي، وهستفيد بيك رغم ان انا ما بدفعلكش مرتب. يعني الباحثين اللي جوه امريكا هو اللي بيدفع لهم مرتباته، الباحثين اللي بره امريكا ما بيدفع لهمش حاجه، وهستفيد منك. وبعدين بعد ما خلاص حل كل مشاكل البرنامج، راح جاي عامل ايه؟ راح جاي قفله وعامله بفلوس. النسخه التعليميه منه، التعليميه مش النسخه التنفيذيه، النسخه التعليميه منه الايجار بتاعها $50,000 في السنه. بالكراك بقى ده، بالكراك ايه؟ بالهاكر، بالهاكر يا دكتور هيفتحوه. لا لا ما بيتهكرش. ما هم مكرين امكر منك، تمام؟ فالقصه بتتكلم على ايه؟ ان انت لما بتمتلك التكنولوجيا، اي تكنولوجيا، ماشي، مش تكنولوجيا التصميم بس، اما بتمتلك التكنولوجيا فانت بتقدر تتحكم في الناس، تمام؟ والدليل على كده الموبايل الابل بكام والموبايلات التانية بكام، ماشي؟ فما بتمتلك التكنولوجيا بتقدر تتحكم، فليه احنا ما بنستخدموش؟ اسباب كتير، واسباب كتيره مش مخليانا احنا مصر بس، مخليه دول كتير ما بتستخدموش، اوكي؟ فخلينا نتكلم بس في الاشتو ونعرف ويبقى عندنا فكره عن كل حاجه. احنا نقدر نتعلم كل حاجه على فكره، تمام؟ في حاجه كمان عايزه اقول لك عليها، في باحثين من اللي اشتغلوا في الديزاين جايد وعملوه اصلا كتير منهم مصريين، ونعرف ناس منهم، ماشي؟ طيب الليميتيشنز بتاعت الاشو روب تيست ايه؟ احنا قلنا اي حاجه بنعتبرها ليميتيشن، ليه؟ لان احنا كباحثين نقدر نصلحها بعد كده، اوكي؟ فكانت الليميتيشن بتاعت الاشو روب تيست، اول حاجه السبيسيفيك كلايمت. شباب هسمع الاذان بس ثواني واكمل. Thank you.
طب ناخد بريك 10 دقايق يا دكتور نصلي بس. عايزين تاخدوا بريك تصلوا؟ اه بعد اذنك. طيب هروح اصلي انا كمان ونتقابل كمان 10 دقايق ماشي؟ شكرا. ادعوا ربنا يوفقنا جميعا. ربع ساعه بقى يا دكتور بقى. ايه؟ ربع ساعه عشان نلحق نعمل اي حاجه. هي هتوصل ربع ساعه لوحدها. هيبقوا ربع ساعه طبيعي. انا لسه هروح اتوضى الحقيقه، فهتوضى واصلي هيبقى ربع ساعه يا بابا. يلا ماشي بس تمام. ما تطولوش قوي يعني، خلاص مش تراويح. تمام تمام.
سامعني؟ الو الربع ساعة خلص، ممكن نكمل بقى شوية؟ زي ما قلنا كده كل حاجة ليها مشاكل بنعتبرها limitations لحد ما نحلها. فكانت ايه هي الليميتيشن بتاعت الاشو رود تيست؟ اول حاجة specific climate. احنا اتفقنا من شوية وريتكو البلان بتاع الطريق، فكان موجود على طريق معين في ولاية اوتاوا، فاحنا كده بنتكلم على climate معين، climate بتاع المنطقة دي، تمام؟ فهو كده مش applicable على كل انواع المناخ الاخرى، فدي اول حاجة specific climate. تاني حاجة specific subgrade. هما احنا متفقين من زمان مع بعض من اول ما ابتدينا نتكلم على موضوع التصميم ان التربة الطبيعية اللي موجودة في الموقع دي خلاص حاجة موجودة انا مفروض عليا، تمام؟ فالناس لما بتيجي تعمل طريق بتعمله على التربة الطبيعية اللي موجودة في الموقع. المنطقة اللي هم اختاروها فيها subgrade soil معينة بخصائص معينة. المفروض الكلام ده مش applicable لكل انواع التربة اللي موجودة في العالم، تمام؟ specific material. هو انت لما بتصنع الخلطة الاسفلتية بتاعتك او بتجيب البيز بتاعتك بتجيبها منين؟ مش من الاجريجيت مثلا، بتجيبه من المحاجر اللي موجودة في المنطقة اللي انت بتشتغل فيها. الاسفلت بتجيبه من المصانع اللي موجودة برضو في المنطقة اللي انت بتشتغل فيها، فالمواصفات بتاعته بتبقى خاصة بالمنطقة local، تمام؟ فالspecific climate وspecific subgrade وspecific material دي المفترض ان موجود دلوقتي في دليل رصف العالم كله بيستخدمه، ماشي؟ فالليميتيشن دي المفروض دايما بندور لها على حلول، تمام؟ وهو ده اللي دوروا له على حلول لما استخدموا الدليل التصميم الجديد، تمام؟ حاجه تانية مهمه قوي في الاشتو كانت الشورت بيرفورمانس بيريود. المشروع زي ما قلت لكم كده استمر من سنه 58 لسنه 60، فحتى لو كانوا بيعملوا accelerated testing اللي هو أحمال مرورية شغالة طول الوقت، لكن في النهاية برضو الفترة الزمنية فترة قصيرة. العدد الفترة الزمنية دي بتترجم في الآخر لعدد مرات مرور للترافيك، ماشي؟ احنا عندنا في مشاريع دلوقتي الإيسلز بتاعتها equivalent single axle loads اللي بتتحسب فيها بتوصل لخمسين مليون ومئة مليون عندنا هنا جوه مصر، ماشي؟ فازاي بقى الشورت بيرفورمانس بيريود دي باللو ترافيك ليفل دي انا هاخدها واطبقها على كل المشاريع. نبص كده على سبيل المثال، يعني لو احنا عايزين نفهم احنا كناس بنتكلم على بيهيفير. على سبيل المثال انا لو رسمت العلاقه ما بين الاكسل لود ريبيتيشنز عدد مرات تكرار الحمل اللي هي بنحسبها في صوره ايسلز وهنقول بعد كده يعني ايه ايسلز، وما بين البيفمنت سيكنس، تمام؟ وقلنا المنطقة الرصاصي دي اللي هي دي الداتا ليميتس بتاعت الاشو رود تيست، وكانت العلاقة دي النقط اللي احنا جبناها، فكانت العلاقة ما بين الاكسل رود ريبيتيشنز وما بين البيفمنت سيكنس بالشكل ده اللي متعلم عليه باللون الاحمر، تمام؟ ده شكل العلاقة. انا ايش ضمني انا كباحث او كديزاينر يعني الحاجات دي النتائج بتاعت الابحاث دي انا هستفيد بيها؟ ان العلاقه دي بعد سنتين الاثنين دي اللي هي 2 مليون ايسل بعد سنتين طلع عندهم 2 مليون ايسل، خلاص؟ فلو كانت الاحمال قيمتها 2 مليون ايسل، ماشي، ايش ضمني ان العلاقه دي لما تيجي تتطور في المستقبل بعد 2 مليون ايسل هتاخد بروجكشن ايه اللي هو على نفس استمرار امتداد الخط اللي كانت بتمثله العلاقه البرنسبل، ولا هياخد شكل اكسبوننشال كده زي بروجكشن سي، ولا هياخد شكل صاعد لحد قيمه معينه وبعد كده معدل التغير فيه بيقل زي بروجكشن بي؟ انا ايش ضمني؟ انا ايش عرفني هو انه سلوك من دول العلاقه بين البيفمنت سيكنس واللود ريبيتيشنز هتاخده؟ فانا مش عارف، تمام؟ فدي من ضمن الليميتيشنز بتاعه الطريقه دي، تمام؟ طيب بعد كده جه مشروع تاني اللي هو التشارب الاستراتيجيك هاي واي ريسيرش بروجرام، ماشي؟ المشروع ده بدا من سنه 87 واستمر لحد سنه 93 في قرابه الخمس سنوات. يعني البادجت اللي اتصرفت على المشروع ده في سنه 87 او في الفتره الزمنيه دي كانت 150 مليون دولار، تمام؟ طبعا احنا كده لو جينا نقيس بمقاييس الفتره الزمنيه دي 150 مليون دولار، فاحنا بنتكلم في رقم كبير اتصرف على
الابحاث الطرق. كان الاسفلت منها نصيبه لوحده، نصيب الاسفلت نقصد به الاسفلت كبايندر مش كخلطه اسفلتيه، الماده الرابطه يعني، كانت ابحاث الاسفلت والاجهزه اللي طوروها بقيمه 50 مليون دولار. الباقي اتصرف على الكونكريت والكونستراكشن والهاي واي اوبريشن. وحاجه مهمه قوي قوي برضو الامريكان ناصحين عملوها، اسمها اللونج تيرم بيفمنت بيرفورمانس داتا، اللي هي ايه بقى لونج تيرم بيفمنت بيرفورمانس. احنا مش متفقين ان العيوب كعيوب بنسميها ليها اسم تاني اسمه بيرفورمانس انديكيتورز. يعني ايه كلمه بيرفورمانس بالانجليزي؟ يعني اداء. تمام، انا بشوف اداء الرصف اللي انا عملته ده بيكون شكله ايه مع الزمن. تمام، وزمن يعني احمال، عندنا هنا زمن يعني احمال وكلايمت وحاجات بتاثر على ايه، على الرصف. هو هيفضل اداؤه بقى عامل ازاي؟ اداؤه هيحصل كده كده ديستريسز، احنا الطرق بنعملها عشان تنهار، بس تنهار امتى هو ده المهم. خلاص، فالديستريسز دي مع الزمن بيحصل لها زياده، الزياده دي مرتبطه بايه؟ دي اول حاجه ماشي. ومعنى ان انا الديستريسز دي بيحصل لها تطور وانا عايزه اعرف التطور ده، فمفروض ان انا هقيس الديستريسز دي كل فتره زمنيه. تمام، هم برضو نصحين ولاد الايه، عملوا اللونج تيرم بيرمنت بيرفورمانس داتا دي، عملوا داتا بيس خلاص، حطوا عليها كل طرق امريكا ماشي، ما اعتبروهاش معلومات كلاسيفايد ولا سريه ولا عسكريه ولا حاجه، رغم ان احنا طبعا عارفين ان الطرق حاجه من اهم الحاجات الاستراتيجيه في اي بلد، لكن هم دلوقتي عايزين الناس تشوف البرفورمانس بتاع الطرق بتاعتهم وتبتدي تعمل مودلز للبرفورمانس بتاع الطرق بتاعتهم هم يستفيدوا بيه. تمام، فراح جاي عامل ايه؟ كان الاول فاكرين المؤتمر اللي كلمتكم عنه من شويه اللي بيتعمل كل سنه وبيحضروا ناس مهتمه بالطرق او باحثين في مجال الطرق من العالم كله؟ ده كان الاول من كام سنه كده، من نيجي 10 سنين ولا حاجه، كانت اللونج تيرم بيرمنت بيرفورمانس داتا دي عباره عن داتا مقاسه على الطرق، يحط فيها كل الداتا الخاصه بالطريق. ايه بقى الداتا الخاصه بالطريق؟ تم انشاؤه سنه كام، تكوين اللايرز بتاعته هي عامله ازاي، يعني هو كام لاير، كل لاير الماتيريال بتاعتها ايه، خواص الماتيريال دي ايه. الحاجه بقى المهمه كمان اللي كل سنه كانت بتتغير، هو خلاص انت الطريق عملته مره واحده واللايرز بتاعته عملتها مره واحده، طبعا انت ممكن تعمل له مينتننس بعد كده، فهتضيف المينتننس دي سواء كانت مينتننس عاديه او في صوره اوفرلاي. لكن كمان الحاجه اللي كانت مهمه قوي بتتغير، انه كان بيقيس الديستريسز على الطرق دي ويبتدي يساي مرات القياس دي مره ولا مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه في السنه، يسجلها بتواريخها ان في اليوم الفلاني قاسوا الديستريس الفلاني وكان القيم بتاعته كذا. خلاص، يجي بعدها يقيس تاني فيشوف الديستريس ده مع الوقت تطور بقى عامل ازاي، لحد ما يبقى عنده موديل لكل الطرق بتاعته، موديل يعني معادله بتمثل الديستريس ده بيتغير نتيجه ايه. تمام، فطبعا برضو لما حط الكلام ده زي ما قلت لكم كان كل سنه بيحطوا الداتا دي محدثه كل سنه في اسطوانه، كانوا بيدوها هديه للناس اللي ايه اللي بتروح المؤتمر ده، عشان لو حد عايز يشتغل ويعمل ابحاث على الطرق بتاعتهم خير وبركه، احنا هنستفيد بيك وانت قاعد في بلدك وبلدك هي اللي بتدفع لك ايه مرتبك. تمام، بعد شويه زي ما قلت لكم شطار، تمام، وشطار وبيعرفوا يستغلوا الريسورسز، فقال لك ايه، طب احنا دلوقتي لو حطينا الاسطوانه دي واديناها للباحثين هيحصل ايه؟ هيحصل ان الباحثين اللي بيجوا لنا المؤتمر بس هم اللي هيساعدونا، احنا عايزين الباحثين كلهم في العالم يساعدونا. فعملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها الانفو بيف، حطوا فيها ويب سايت يعني ماشي، حطوا فيه كل الداتا بتاعت كل الطرق بتاعت امريكا واجزاء من كندا ماشي، لان هم مشتركين في المشروع ده مع بعض امريكا وكندا. تمام، فخلاك انت تعمل لهم شغل على لونج تيرم بيمنت بيرفورمانس داتا دي. لحد النهارده الموضوع ده شغال، المشروع بدأ من سنه 87 ولحد النهارده وبكره وسنين كتير الناس بتشتغل على الموديلنج بتاع البيرفورمانس بتاع البيفمنت، انواع مختلفه من بيفمنت عن طريق استخدام اللونج تيرم بيفمنت بيرفورمانس داتا ماشي. طيب الحاجه الثالثه بقى، مش احنا قلنا في حاجه اسمها ميكانيستك امبيريكال، مشروع عن الميكانيستك امبيريكال، يعني مشروع بحثي اسمه الميكانيستك امبيريكال بيفمنت ديزاين جايد، طلع منه البرنامج اللي واجهته قدامنا دلوقتي ماشي. المشروع كان تبع الان شارب اللي هي الناشونال هاي واي ريسيرش بروجرام،
الفكرة في إن ده دليل تصميم طلع في صورة سوفت وير برنامج. البرنامج ده أنت بتدخله القطاع وبيطلع لك طبعاً دخله القطاع بالداتا بتاعته كاملة، وبيطلع لك قيم الديستريسز بعد العمر التصميمي اللي أنت بتحطه، وميطلعها لكش في نهاية العمر التصميمي بس، ده بيطلعها لك في شكل منحنى كل شهر هيحصل ديستريس قيمته قد إيه ببريدكشن مودلز. ماشي. البرنامج كانت فيه ميزة عظيمة جداً. البرنامج ده اسمه اتغير دلوقتي، هو كان اسمه ال MEBDG اللي هي ميكانيستك امبيريكال بيفمنت ديزاين جايد. اسمه دلوقتي اتغير وبقى اسمه بيفمنت ME، وفي النص كان اسمه اتغير وبقى اسمه داروين ME. ماشي. برضو البرنامج زي ما قلت لكم سابوه للناس كلها، والناس كلها بدأت تعمل ريسيرش عليه، ودلوقتي بقوا بيبيعوه بسعر غالي جدا. البرنامج عظيم جدا في ايه بقى؟ انه في اناليسز لكل حاجه. اول حاجه قال لك اناليسز للنيو ريهابيليتيتد اتش ام اي اند بي سي سي بيرمن. احنا عارفين اتش ام اي يعني ايه ولا لا؟ قلتها في المحاضرات قبل كده ولا لا؟ هوت ميكسنج. ايوه هوت ميكس. اسف. فهنا قال لك ايه؟ قال لك احنا عندنا البرنامج ده، وانت داخل كده بتحدد انت هتشتغل اسفلت ولا هتشتغل خرسانه. ماشي. فبتحدد، لان في السوفت وير في اجزاء خاصه بالاناليسز للخرسانه واجزاء خاصه بالاناليسز للاسفلت، لان دول مادتين البيهيفير بتاعهم مختلف. طب ايه كمان؟ لا ده مش كده بس، نيو وريهابيليتيتد. يعني ايه نيو ريهابيليتيتد؟ اسفلت جديد خالص. ماشي. انت لسه هتصممه وهتعمله، او خرسانه جديده خالص، او قطاع موجود فعلا وانت هتعمله ريهابيليتيشن. هتحط كلمه ريهابيليتيشن يعني إعادة تأهيل، وإعادة التأهيل عادة بتتم بإن أنا أعمل overlay طبقة جديدة فوق الرصف اللي عندي. فلو أنا هشتغل overlay البيهيفير بيبقى مختلف. فقال لك عايز تشتغل أسفلت ماشي، عايز تشتغل خرسانة ماشي، عايز تشتغل قطاع جديد لسه خالص بيتعمل، أو قطاع موجود وإنت هتعمله صيانة، كل ده موجود الحسابات والأناليسز بتاعته في البرنامج. تاني حاجة، انت هناك في نظام الاشتو، طريقه التصميم بتاعه الاشتو، انت كنت عندك امبيريكال مودلز ماشي ما بين السكنس بتاعه اللاير وما بين الترافيك، والترافيك ده كنت بتتعامل معاه بنظام الايسلز. اللي هو ايه ايسلز؟ هتحول الاحمال اللي موجوده عندك كلها لحاجه اسمها ايكويفالنت سنجل اكسل لود. انت احنا عندنا الترافيك ستريم بيبقى فيها ميكس ترافيك. يعني ايه ميكس ترافيك؟ يعني عندنا عربيه ملاكي، وعندنا عربيه ربع نقل، وعندنا عربيه نص نقل، وعندنا عربيه نقل، عندنا اتوبيس. عندنا الاتوبيس حتى نفسه في كلاسز، مايكروباص وميني باص واللي هي الكوستر، وباص كبير من اللي هو بياخد 60 بني ادم. كل واحد من دول احماله ماشي على الطريق، وبالتالي تاثيره مختلف. واحنا خدنا في المدرسه واحنا صغيرين ان احنا ما ينفعش نجمع بطيخ على برتقال، احنا لازم نحول الكلام ده لحاجه مكافئه اللي هي equivalent single axle load. ماشي. والequivalent single axle load دي لما نحولها لحاجه مكافئه ينفع نجمع الحاجات المكافئه دي مع بعضها. ففي نظام اسمه الايسلز لحساب الاحمال، هو ده اللي مستخدم في الاشتو او في الاشو رود تيست. يعني هو هنا لا بيستخدم حاجه اسمها اللود سبيكترا، اللي هو ايه بقى؟ كل الاحمال تخش معايا كل واحد بتاثيره، مش هحوله لحاجة equivalent. ماشي. وتكراره، فقسم الأحمال ل 13 كلاس مختلفين، وتدخل بقى كل كلاس من دول العدد المتوقع على الطريق هيكون قد إيه، أو العدد الفعلي لو أنت بتشتغل في طريق موجود قبل كده، وهو يحسب الدنيا دي هتبقى تأثيرها عامل إزاي. الكلايمت اللي هو المناخ، المناخ بيأثر في الطرق بشكل كبير جدا، لان الطرق اصلا مكشوفه متعرضه للعوامل الجويه طول الوقت، والمناخ بيتمثل في عوامل كتير جدا، اهمها طبعا درجات الحراره والمطر ماشي، لكن كمان الويند بتدخل في الموضوع، والهيوميديتي بتدخل في الموضوع. ال حاجه اسمها الالبيدو، اللي هو ايه الالبيدو؟ مقدار امتصاص الاسفلت للحراره ماشي، وبعدين مقدار انبعاث الحراره دي من الاسفلت بعد كده ماشي. فبقى في بريسيبتيشن داخل معايا، ويند داخله معايا، مناطق معينه الشمس بتبقى مشرقه فيها، وعدد ساعات اشراق الشمس اكتر بكتير من مناطق تانية ماشي.
فالسانشاين قد ايه، كل الكلام ده بيأثر في سلوك الاسفلت. فهو عنده في البرنامج اول ما بدأوا البرنامج خالص عملوا محطات مناخية بالداتا المناخية كاملة بتاعة الولايات المتحدة كلها، وزي ما قلنا بعد كده ابتدى باحثين اخرين من دول تانية يبتدوا ان هم يعملوا implementation للكلام ده في الاجواء بتاعتهم. واحنا في مصر في باحثة هنا في جامعة المنصورة بتعمل دكتوراه دلوقتي، بس الماجستير بتاعها كان عن الموضوع ده بالتحديد، وعملت 19 محطة مناخية بتشمل مناخ مصر كله لتطبيقها في برنامج الـ MEBDG. الحاجة التانية كمان، أنا ممكن أقدر إن أنا أدخل الأسفلت اللي هو الطبقة السطحية، يعني ما أدخلوش على بعضه كده طبقة وخلاص، ده أنا ممكن أعمل سب لايرينج عشان أشوف الايجينج والبيهيفير بتاع الأسفلت الجزء السطحي منه، هل بيبيهيف بطريقة مختلفة عن الجزء اللي تحتيه ولا لأ. كمان اقدر اعمل كده في الانباوند لايرز، زي ما يعني اقدر اقسم لطبقات وكابشر البيهيفير بشكل اكثر دقه. ماشي، في نوعين من الحسابات، لينير الاستيك اللي هو بيدخل اللاير سيستم، وفي فاينايت اليمنت اناليسيس. في ميكانيستك امبيريكال ديستريس مودلز بناء على دامج اكيوميليشن، يعني ان انا اجمع الدامج قد ايه واعمل مودلز. المودلز دي موجوده جوه البرنامج، يعني اقصد المودلز دي بتحسب الديستريسز، وزي ما قلت لكم هم سابوا الناس تشتغل على الموضوع ده في دول كتير. وبرده في باحث عندنا من مصر معيد، كان معيد عندنا في الكليه وحاليا بيعمل دكتوراه في امريكا، كان في الماجستير بتاعته انا كنت بشرف عليه، كان عمل تحديث لموديل من المودلز اللي موجوده في الديزاين جايد. في ريلايبيليتي اناليسيس، يعني ايه ريلايبيليتي؟ انا اقدر، فاكرين لما كنا بنتكلم من شويه في موضوع سيرفيسابيليتي وبنقول انه عندنا في اندر ديزاين واوفر ديزاين وكوركت ديزاين، انا اقدر بقى اثق في التصميم بتاع البرنامج ده بمقدار قد ايه. كل ما يكون الطريق مهم انا اكيد محتاج ان انا اثق في التصميم بتاعه اكتر، لان العمر التصميمي اللي انا هحطه ده في البدايه عايزه التزم بيه والدوله عايزه تلتزم بيه معايا. ماشي، فالريلايبيليتي دي تقدر ان انت البرنامج تدخل له الشغل بتاعك بقيم ريلايبيليتي مختلفه. يعني لو طريق مش مهم ممكن احط ريلايبيليتي 50%، لكن لو طريق مهم جدا ممكن احط ريلايبيليتي 99%. ماشي، كل ما الريلايبيليتي تتغير كل ما المخرجات اللي هتطلع لي من البرنامج هتتغير. ماشي، البرنامج يوزر فريندلي، الواجهه بتاعته يوزر فريندلي واستخدامه حلو وسهل، يعني الناس اللي بتتعلمه بتعرف تشتغل عليه كويس وبتعرف تطلع منه شغل كويس. وبعدين انا ممكن اعمل عدد رانز كتيره جدا من البرنامج، يعني لو انا بصمم طريق معين يعني وعايز اعمل التصميم فاقدر اعمل عدد رانز كبيره جدا اطلع منها في الاخر التصميم الاكثر وادق استخدام. برضو البرنامج في ناس عملوا في مصر، في باحث في جامعة المنصورة اشتغل على انه يطور حاجة شبيهة برنامج سيمبل قوي قوي، ما هوش زي الديزاين جايد، بس كان طبعا الانسبريشن كان جاي من الديزاين جايد، ان هو يعمل برنامج لحساب الطبقات بتاعت الرصف. باحث اسمه احمد صابر برضو المفروض انه جات له منحة يسافر فيها امريكا، بس يعني بسبب الكورونا فهو مش قادر يسافر دلوقتي، بس من الباحثين الشطار. يعني النهاية ان ايه، انا عايز اقول ان الـ pavements are designed to fail. احنا ما قلناش ان احنا هنصمم طريق ويدوم للأبد، الطرق مش زي المباني. المبنى انت بتصممه وانت بتقول العمر التصميم بتاعه 50 سنة 100 سنة، ما بتاخدش الحتة دي في التصميم وانت بتشتغل. انتوا في الخرسانة، في حد فيكم وانتوا بتحسبوا الخرسانة او بتحسبوا الستيل قال لا انا هصمم المبنى ده على 10 سنين ولا هصمم المبنى ده على 20 سنه ولا 30 سنه، ما بتاخدوش عمر التصميم معاكم. لكن احنا في البيفمنت مهم جدا ان انت تاخد معاك العمر التصميمي، لانه هي كده كده هتنهار، بس لازم تنهار زي ما شايفين العباره اللي مكتوبه باللون الاحمر الصغيره تحت دي، ان ابريدكتبل واي. يعني ايه ان ابريدكتبل واي؟ ابقى عارف هي هيحصل لها انهيار امتى، عشان لما يحصل لها انهيار ويبقى مطلوب يعمل يتعمل ريكونستراكشن اعاده انشاء، يكون في الوقت ده
الدولة مستعدة بميزانية للطريق الفلاني اللي احنا قلنا ان هو هيستحمل معانا 10 سنين او 20 سنة او 30 سنة، ولازم يكون في الوقت ده في ميزانية عشان خاطر يتم اعادة انشاء للطريق ده. طيب ايه هي الحاجات اللي بتأثر في البيفمنت؟ زي ما قلنا حاجات مهمة قوي. اول حاجة ترافيك لود، دي حاجة مهمة جدا. الباقي هو عبارة عن المناخ في صورة زي ما قلنا كده سولار يعني تأثير الشمس، temperature يعني درجات حرارة، moisture اللي هو جاي من المطر. لكن في حاجة مهمة كمان، الأسفلت مع الوقت، مش أسفلت بس، الطرق عموما يعني بيحصل له حاجة اسمها aging أو تقادم. تقادم يعني إيه؟ يعني تقدم في عمر الرصف. الحاجات بقى اللي بتأثر في البيفمنت دي اللي هي الترافيك والسويل والبيفمنت ماتيريالز والانفايرمنت في صورة كلايماتيك كونديشن والكونستراكشن والمينتننس. احنا عملنا الكونستراكشن مظبوط وزي المواصفات وبنعمل صيانة كل فترة قريبة ولا ما بنعملش؟ هنتكلم عن كل واحدة من دول. اول حاجة الترافيك. الترافيك ليه تأثير كبير جدا على البيفمنت بيرفورمانس بكذا شكل. اول حاجة الترافيك فوليوم اللي هيستخدم الطريق ده قد ايه خلال عمر التصميمي. طبعا الترافيك فوليوم بنقصد بيه فوليوم بنقصد بيها عدد الفيكلز اللي هتستخدم الطريق، ماشي؟ ومش عددها بس، عددها والكومبوزيشن بتاعها. يعني ايه الكومبوزيشن بتاعها؟ هي نوعها ايه؟ لو انا الطريق عندي طريق لمينا ونسبه مرور النقل عليه كتير، بتوقع ان الدمج اللي يحصل فيه يكون قد ايه؟ كبير ولا قليل؟ كبير. ايوه. ليه؟ لان في ايه؟ في احمال تقيله، ماشي؟ تركيبه كبيره من الترافيك هي احمال تقيله. فانا يهمني ترافيك فوليوم من حيث اعداد وكومبوزيشن. يهمني كمان الترافيك لود. لسه من شويه كنا بنقول المفروض ان احنا التصميم اتعلمنا في الكليه ان احنا بنصمم على لواري 60 طن و70 طن، ماشي؟ تيجي تلاقي اللواري باي ذا واي يا جماعه، السواقين النقل في فتره كده، ما اعرفش انتوا كنتوا صغيرين اياميها، على ما اعتقد كانوا يعني شبه ضغطوا على الدوله، عملوا اضراب من يجي بيتهيالي من يجي 15 سنه كده، ما انا مش فاكره التاريخ بالظبط يعني. خلاص عملوا اضراب في فتره معينه كده، كان في كونسترينز كبيره جدا على الاحمال، وبيجوا عند نقط معينه كده على الطريق يخلوهم يخشوا يوزنوا، واللي بيلاقوه وازن في غرامات وقصه طويله وعريضه يعني. فراحوا جايين عاملين اضراب. اضراب يعني ايه؟ عربيات النقل ما بتتحركش، يعني السوبر ماركت بعد شويه هيبقى فاضي، ماشي؟ فسمحوا لهم بزياده حمل الاكس، تمام؟ كان وزير النقل وقتها بدون ذكر اسماء، يعني مش هقول اسمه مش مشكله، بس هو واحد من اساتذه الجامعات الكبار في مصر، لكن السياسة صعبة الصراحة يعني. فسمح بزيادة الأحمال لأن عشان ما يكبتش الدولة خسائر ومشاكل. لكن المشكلة أن الخسائر على الطرق الحقيقة كانت كبيرة جدا، لأن حصل دامج كبير جدا لإيه؟ للطرق في الوقت ده. فمهم جدا الترافيك فوليوم قد إيه، مهم جدا الأحمال التصميمية اللي بنشتغل عليها والناس بتلتزم بيها ولا لأ قد إيه، مهم جدا كمان التاير بريشر، الضغط داخل العجل، ماشي؟ مهم جدا الريت اوف ابلاينج لود، السبيد، السرعه قد ايه. كل ما السرعات كانت بطيئه، كل ما الروتينج مثلا كان بيزيد، ماشي؟ ف الشكل هنا سكيماتيك يعني فيو، بص عربيه قد ايه وهم مشايلينها قد ايه، ماشي؟ العربيات كل ما يكون العربيات اتقل، كل ما يكون تأثيرها على الطريق أسوأ. كل العبارة بتقول كده heavier loads have worse effect. Larger tire pressure is more harmful to pavement. كل ما يكون الضغط داخل الإطارات، ضغط الهواء داخل الإطار كل ما يكون كبير، كل ما يضر الطريق أكتر. حاجة تانية كمان، المناطق اللي فيها عربيات نقل واقفة ما بتتحركش خالص، ماشي؟ أو المناطق اللي فيها عربيات نقل بتتحرك ببطء. الحقيقة برضو دي لها larger effect، التأثير بتاع الأحمال بيبقى أقوى لأن هي واقفة ما بتعملش حاجة، ما بتحركش من مكانها يعني، وأحمال تقيلة.
النتيجة بتبقى زي ما قلنا كده، ممكن تظهر في صورة فتيك كراكينج، عندي سطح الأسفلت اهو لما العجل يأثر عليه يبتدي البلاطة دي عايزة تلف بالشكل ده، خلاص عليها ضغط من فوق يحصل شد من تحت، الشروخ تبدأ هنا في نهاية الأسفلت لاير وتبتدي تزيد من تكرار الأحمال لحد ما تطلع لفوق. البيرمننت ديفورميشن اللي هو الراتينج، أنا بيحصل عندي ضغط رأسي بمعدل حمل بطيء فيبتدي يحصل عندي هبوط في كل طبقة. ماشي، الهبوط في كل الطبقة ده بنجمعه كله يدينا مقدار الراتينج أو التخدد اللي هيحصل على الرصف بتاعنا. طبعا الراتينج عيب مش موجود في الريجيد بيفمنت عشان تبقوا عارفين. طيب ايه تاني بيأثر على البيفمنت بيرفورمانس؟ السويل والبيفمنت ماتيريال، التربة اللي عندي عاملة ازاي والماتيريال اللي انا بستخدمها في الطبقات المختلفة، لان الماتيريال كواليتي بتأثر. احنا خدنا في السويل لما كنتوا في السويل خدنا ان انا لما يكون عندي حمل قاعدة مثلا فهو بيتوزع بميل سي 2:1، مش ده اللي انتوا خدتوه؟ ايوه تمام. طيب هو الحقيقة الميل ده، الميل شايف الميل بتاع توزيع الحمل اللي هو بيجيب لي في الاخر المساحة اللي هيتوزع عليها الحمل على الطبقة اللي بعدها، الميل ده بيتغير طبعا للماتيريال كواليتي اللي عندي. تمام، فمثلا عندنا في حالة طبقات الرصف، احنا عندنا طبقات الرصف اقوى طبقة فيها احنا متفقين لما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت ان اقوى طبقة فيها اللي بحطها على السطح، وبعدين بعد كده كل ما بنزل لتحت كل ما القوة بتاعة الطبقة بتقل. كل ما كانت الطبقة قوية كل ما كان الميل بتاع توزيع الاسترس بيديني مساحة اوسع. يعني بصوا الميل بيتغير ازاي، شايفين الميل هنا عامل ازاي كبير بحيث ان هو يديني مساحة اوسع، نيجي تحت هنبقى على مساحة اوسع من الطبقة اللي فوقيها بس معدل الزيادة ده مش كبير قوي. نيجي في الناتشرال سويل هنلاقي ان الميل ده بيقل. تمام، فانا كل ما كانت الماتيريال كواليتي عندي عاليه كل ما كانت مساحه التوزيع اللي هتوصل الاسترس للطبقه اللي بعديها كل ما كانت مساحه التوزيع اكبر، وبالتالي استرس اقل لان المفروض الحمل ثابت، وبالتالي انا بضمن ان الطبقه دي بتحمي الطبقه اللي تحتيها. طب لو انا الماتيريال دي اتغيرت من مكان لمكان، ماشي، فالماتيريال كواليتي ايه بتاثر، فانا لازم قبل ما اصمم طريق ادرس خواص الماتيريال اللي انا هستخدمها في حاجه مهمه جدا في البيفمنت اسمها ماتيريال كاركترايزيشن. انا لازم ادرس كاركترايز يعني ايه، اعرف الخواص بتاعه الماتيريال دي وبناء عليه اعمل التصميم بتاعي. ماشي، حاجه من الحاجات المهمه كمان موضوع الانفايرمنت، الانفايرمنت بتتمثل في صوره الكلايمت اللي عندنا. ثلاث حاجات مهمة قوي، المويشر قد ايه في امطار في المنطقة، التمبريتشر درجات الحرارة، الصيف والشتاء والليل والنهار والفروق ما بينهم قد ايه، الايجينج اللي هو الرصف زي ما قلنا متعرض للشمس والهواء والعوامل الجوية وكل حاجة فيحصل له تقادم مع الوقت مش هيفضل خواصه زي ما هي بسبب كذا حاجة بيحصلوا له. الكونستراكشن والمينتننس، واحنا بننفذ الطريق عملناه زي المواصفات بالظبط ولا لا؟ ماشي، فالكونستراكشن كفاءته كانت عامله ازاي، المينتننس بيتم في مواعيده ولا لا، ده بيأثر على الرصف وعمره ويعيش قد ايه. فالكونستراكشن او مينتننس براكتسز دي قال لك ان هي لارجلي افكتس بيرفورمانس، بتأثر على البيرفورمانس بشكل كبير. الكونستراكشن طبعا اثناء الانشاء نفسه احنا اتبعنا القواعد تماما فيما يخص المواصفات ولا لا؟ ماشي، بخصوص الاسفلت، بخصوص الرصف الاسفلتي وبخصوص كذلك الرصف الخرساني ولا لا؟ الحاجه اللي بعد كده كمان احنا كنا اتكلمنا في موضوع التاير بريشر والكونتاكت بريشر والكونتاكت اري، احنا كنا اتكلمنا من شويه واحنا بنتكلم على الترافيك على انه التاير بريشر بيأثر في الدامج اللي بيحصل، فعايزين الاول نعرف هو ايه العلاقه بين التاير بريشر وما بين اللي بيحصل في الطبقات اللي تحتيه. اول حاجه احنا لو فرضنا ان دي العجله كده، ده اتجاه الحركه عمودي على شاشه الكمبيوتر، تمام، والعجله لما اجي ابص لها من ورا ماشي هتبقى بالشكل اللي باين قدامي ده، فالحمل مقداره P
خلاص بيأثر في العجلة دي. طبعا الحمل بيتوزع على العجل بتاع العربية يعني. وعندنا نوعين من الضغط، عندنا حاجة اسمها التاير بريشر، ضغط الهواء داخل الإطار، وعندنا كونتاكت بريشر اللي هو ضغط اللي على مساحة التلامس. الكونتاكت بريشر ده الحقيقة هو اللي يهمنا، لأن الكونتاكت بريشر ده هو عبارة عن الاسترس اللي وصل لطبقة الأسفلت فوق، واللي هو هياخدها يوصلها للطبقات اللي تحتها، فده أهم حاجة عندنا. تمام؟ الكلام ده بيحصل عن طريق كونتاكت اريا. تمام؟ كونتاكت اريا اللي هي مساحة التلامس. تمام؟ لو أنا ضربت الكونتاكت اريا في الكونتاكت بريشر هيديني قيمة الحمل. تمام؟ مش احنا عارفين ان الحمل الاسترس بيساوي حمل على مساحة؟ لو أنا عرفت أحسب الكونتاكت اريا اللي هي مساحة التلامس ما بين العجلة وما بين سطح الرصف، وعرفت الكونتاكت بريشر قد ايه، لو ضربت الكونتاكت بريشر في الكونتاكت اريا هيديني قيمة الحمل. طب هو علاقة الكونتاكت بريشر بالتاير بريشر ايه؟ الحقيقة اكشوالي يعني وفور اكيورسي بيربوسيس الكونتاكت بريشر ما بيساويش التاير بريشر، في فروق بينهم. تمام؟ بس للتسهيل فاحنا بنقول ان تقريبا الكونتاكت بريشر على السطح هو اللي هو الاسترس يعني، هو قيمته بتساوي قيمة التاير بريشر داخل العجل. تمام؟ الكونتاكت اريا هي بيبقى شكلها إليبسويد، بس احنا برضو للتسهيل هنقول ان الكونتاكت اريا دي دايرة. تمام؟ فبيقول لك اول حاجة هنعرفها عن الكونتاكت بريشر هو مش كونستانت. تمام؟ throughout the contact area. في برامج دلوقتي الحقيقة، في برامج كمبيوتر بتحسب الكونتاكت بريشر بالظبط كام؟ ماشي؟ وبتحسب قيمه على مساحة التلامس، يعني هو على مساحة التلامس مش متساوي. تمام؟ لكن البرامج دي بتحسبه بالظبط قد ايه. احنا for simplicity هنفترض حاجتين. هنفترض اول حاجة ان الكونتاكت بريشر ثابت على كل مساحة التلامس، وهنفترض ان الكونتاكت بريشر ده بيساوي التاير بريشر داخل العجلة اللي هو ضغط الهواء داخل العجلة. لو احنا افترضنا كمان ان الكونتاكت اريا عبارة عن دايرة، ماشي، فانا اقدر احسب الدايرة دي عن طريق ان انا اقسم اللود على البريشر اللي هو التاير بريشر يعني داخل ال داخل العجلة. تمام؟ فببساطة لو هي دايرة، والدايرة احنا عارفين ان مساحتها بتساوي ايه، تهنق تربيع اللي هو باي ار تربيع، اللي هو هنا احنا مش هنقول عليه ار، هنسميه A خلاص. فانا اقدر اجيب قيمة ال A بتساوي الاريا، ماشي، مقسومة على باي اللي هي P قيمة الحمل مقسومة على باي في B. طيب لو انا غيرت بقى قيمة الضغط جوه الاطارات دوت، الموضوع ده بيأثر ازاي؟ انتوا طبعا عارفين اكيد ان الضغط داخل عربيات الملاكي غير الضغط داخل عربيات النقل، صح ولا لا؟ ضغط الاطار، ايوه، كل ما الاطار بيكبر بيزيد. تمام. والفكره كمان ان الاطار بيكبر لان الاحمال اللي شايلها تقيله. تمام؟ وبالتالي انا متوقع ان يكون كمان الحمل التقيل ده مساحه التلامس، الاطار كبير، بس المجال ان مساحه التلامس تكبر مش كبير قوي، لان الاطار الكبير ده هو عباره عن عجله، والعجلة دي في الآخر هيبقى في دايرة بتوصلها بإيه؟ بالطريق اللي تحتها. الدايرة دي اللي هي مساحة التلامس مفيش مجال كبير إن هي تكبر تبقى حاجة عظيمة كبيرة جدا، إلا إذا استخدمنا دبابات بقى الدبابة أصلا ملهاش إطارات. العربيات الكبيرة بتاعت الأمريكان عندهم عربيات كبيرة بعجل كبير ضخم كده. تمام؟ بس الحقيقة هما ما بيستخدموهاش في أغراض النقل، هما بيستخدموها دايما في أغراض السباق والحاجات اللي هما بيعملوها، المهرجانات اللي هما بيعملوها دي، لكن هي مش أبليكابل إن هي تمشي على الطريق. طيب طالما كده يبقى انا لازم كحد مهتم بالتصميم اعرف انه لو الضغط اتغير الموضوع ده هيأثر في ايه، لو الضغط داخل الاطار اتغير الموضوع ده هيأثر في ايه. فخلينا نفرق كده ان ايه المحور الافقي هنا ده بيتكلم على الفيرتيكال ستريس اللي هو في الاخر الكونتاكت ستريس يعني، ماشي، بينزل بقى لتحت يحصل له ايه. الكونتاكت ستريس ده مرتبط بقيمه التاير بريشر، ماشي. فلو فرضنا ان احنا عندنا حملين عجله، واحد التاير بريشر بتاعه بي واحد، واحد التاير بريشر بتاعه بي 2، خلاص، ونشوف قيمه الفيرتيكال ستريس ده بيتغير وهو بينزل من السطح لحد ما ينزل تحت ازاي مع العمق. فهيبقى المحور الرئيسي بتاعنا هو
الدبث ماشي. اللود هنا ثابت سواء في P1 أو P2، اللود هو هو نفس حمل العجلة البي كونستنت، البي كابيتال اللي هي بتمثل الحمل كونستنت، البي سمول اللي هي بتمثل الستريس فاريبل. وهنا عندنا زي ما احنا رسمين كده البي 2 اكبر من البي 1 تمام. الكلام ده بقى كل ما الستريس نيجي نحسبه تحت نلاقيه عامل ازاي، هنلاقيه عامل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ما نوصل لعمق كبير القيمتين بيفضلوا يقربوا من بعض، هما طبعا على السطح بعيد عن بعض خالص والقيم مختلفه، وكل ما يقربوا كل ما ننزل لتحت قوي كل ما نلاقي القيم في النهايه بتوصل للتربه تحت بقيم متقاربه تمام. طب لو انا غيرت الحمل ده تاثير الستريس، الفيرتيكال ستريس بيكون شكله عامل ازاي لو انا عندي تاير بريشر مختلف بس نفس الحمل. طب لو انا غيرت الحمل خليني انقل تطرح يا دكتور خالص حضرتك قفلت الصوت. دكتور صوت حضرتك مش ظاهر. ثواني يا شباب ثواني تلاقي بتغير حاجه بتقلب السلايد اللي بتعمل حاجه ثواني. لا صوت الو كده سامعني كده وصل تمام يا دكتور. في حد فيكم بيلعب معايا وقفل عليا الصوت؟ يا ريت ما تلعبوش معايا عشان انا اكبر منكم بكتير اوكي، وعشان انا فعلا مش بحب كده. كده باينه مفيش يا دكتور خاصيه ان احنا نقفل حضرتك الصوت عندنا. ميكروفوني اكيد ما قفلش لوحده وانا ما قفلتوش. لا هو عادي، وانا اصلا البرنامج ممكن يكون نفسه هو اللي ساعات بيعلق معايا حتى انا. لا انا متاكده ان حد منكم عارف ليه. عارف ساعه ما انتوا طلبتوا مني ان انتوا تاخدوا بريك ربع ساعه؟ ايوه عشان الصلاه. خلاص انا جيت اقفل الصوت لقيت على طول في حد راح جاي في ساعتها على طول طلع لي يور مايكروفون هيز ام ميوتد. في حد فيكم قفل عليا ساعتها وانا ما اعترضتش طبعا لان احنا رايحين بريك وهنصلي ماشي. anyway مش هنقف عند الحاجات الصغيره دي، خلينا نتكلم في الحاجه اللي تهمنا تمام. طيب احنا كده شفنا لما نرسم العلاقه ما بين الفيرتيكال ستريس وما بين الدبث لما كنت من شويه في السلايد اللي فاتت مغير التاير بريشر. طب لو انا غيرت الحمل ايه اللي هيحصل؟ ماشي طبعا الاطارين هيبقى التاير بريشر فيهم واحد اللي هو هيبقى هنا قيمته بي سمول ماشي، لكن الحمل هيكون مختلف تمام. فانا لما اجي ابص كده الحمل طبعا انا كل ما انزل لتحت هدرس قيمه الاستريس او الفيرتيكال ستريس هيكون كام. فلو انا عندي بي 2 بي 1 اكبر من بي 2 اللي هو الحمل يعني بي كابيتال والتاير بريشر ثابت فهيكون ده شكل بي 2 ماشي، وهيكون ده شكل بي 1 ماشي. من الشكلين اللي احنا شفناهم دول هنستفيد كذا حاجه كده. اول حاجه لو انا بصيت على قصه تغيير التاير بريشر والتاير رو واللود فقال لك اللي changing tire pressure affects upper layers changing load affects neighbor layers. نرجع تاني للتو سلايدز عايزه افهم القصه دي يعني ايه. يعني ايه changing upper tire pressure affects upper layers و changing loads affects deeper layers؟ خلينا نبص كده على السلايد دي. الاجزاء اللي تحت الستريس الفيرتيكال ستريس قريب من بعض ولا لا؟ عيال اكدوا لي ان انتم مركزين معايا والنبي. الاجزاء أيوة اللي تحت قريبين من تحت قريبين الجزء الاجزاء اللور الاجزاء اللي تحت دي هنسميها اللور لايرز ماشي، الطبقات اللي تحت. خلاص هنلاقي التاير الفيرتيكال ستريس قريب من بعضه خالص، يبقى الاختلاف فين؟ فوق. الاختلاف فوق هنا قيمة البي 2 كبيرة ماشي، مش بس على السطح لا، لو بصينا على لو قسمنا اللايرز اللي عندنا كده لحد ما تبقى القيمة بتقترب من الصفر تقريبا خلاص او بيقربوا الاثنين من بعض خالص، هنلاقي الجزئية اللي فوق دي لو سميناها الابر لايرز والجزئية اللي تحت لو سميناها اللور لايرز تحت ما فيش فرق تقريبا كأنهم زي بعض ماشي، لكن الجزء اللي فوق فيه اختلاف ايه كبير، وبالتالي تغيير التاير بريشر بيغير جدا في الاستريس فبيأثر بشكل كبير على الاجزاء الايه اللي فوق او الابر لايرز. نبص كده على تغيير الحمل
الأجزاء اللي فوق تقريبا زي بعض، لكن تحت نبص تحت كده قيمة الفيرتيكال ستريس قريبة ولا بعيدة قوي عن بعضها؟ بعيدة جدا. لا بعيدة عن بعض. تمام، يبقى أنا بشوف إن كل ما غير الحمل اللور لايرز هي اللي بتتأثر، لكن كل ما غير التاير بريشر الأبر لايرز هي اللي بتتغير، وبالتالي أنا 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 حد ديزاينر، حد باحث عايز أوصل لنتيجة، تمام؟ والنتيجة دي الناس تستفيد بها في التصميم. إيه اللي يهمنا في القصة دي؟ قال لك الـ required quality of surface is mostly determined by tire pressures. لو أنا عندي tire pressures في الإطارات عالية، يبقى لما أجي أختار الكواليتي بتاعت الماتيريال اللي أنا هحطها، ما هي lower layers دي إحنا أصلاً جايبينها منين؟ هي الأسفلت والبيز اللي إحنا هنحطها، فنعلي لو أنا هستخدم tire pressure عالي أعلي الكواليتي بتاعت الماتيريال، ماشي؟ فبقول لك الـ required quality of surface is mostly determined by tire pressure. The required pavement thickness is mostly determined by load magnitude. ليه بقى؟ احنا قلنا load magnitude بيخلي vertical stress يبقى فيه فروق لحد تحت. طب ما لو هي اللي تحت دي تربة بس ما عليهاش طبقات، يبقى معنى كده ايه؟ لا، ما تقدرش تستحمل ال vertical stress العالي ده، فيبقى انا عايز احط قطاع عليها يحميها، بحيث ان في الاخر قيمة الاسترس اللي توصل لها تبقى ايه؟ محتملة. فيبقى هنا قيمة السكنس بتاعت اللايرز المختلفة هتبقى افكتد بايه؟ او هتتأثر او هتتحدد بقيمة اللود ماجنتيود. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ فاهمين نقصد ايه ولا نمت؟ طيب تمام، هو كده المحاضرة دي كده اعتقد ان دي اخر سلايد فيها. ماشي، عايزينها بس بالله عليك يا دكتور تبقى انا بص انا هحاول اعمل ايه، انا هحاول اعمل بس فنجان قهوه دلوقتي واقعد اعملها دلوقتي عشان ما انساش. خلاص تمام ماشي، ومعلش انا بعتذر ان انا نسيت، انا فعلا نسيت، وانا اكيد قلت لكم المعلومه دي بقولها كل